الآن التاسعة عشرة من الحدث. التاسعة عشرة بدأت مشاهدينا ونناقش فيها على امتداد ساعتين. صناديق غامضة وارشا شبح مرفأ بيروت يلوح فوق مطارها. بجولة ميدانية وبريد إلكتروني، لبنان الرسمي يهاجم مقال التلغراف حول مطار بيروت. اللبنانيون يردون على حزب الله وتهديد الحرب بالاحتفالات ووسم. إسرائيل تروج للحسم من واشنطن وتدخل مرحلة قص العشب في غزة. أهلا بكم مشاهدينا. عاصفة ضربت بيروت اليوم، سكانها أعادوا شريط انفجار المرفأ وكابوسه الذي لم يشفوا منه بعد قرابة 4 أعوام. تلغراف البريطانية كانت محور الحدث بما كشفته وبما تلقته من انتقاد، إلا أن أعين اللبنانيين بقيت صوب مطار رفيق الحرير الدولي بعدما كشف عن أن حزب الله اللبناني يخزن كميات كبيرة من الأسلحة والصواريخ الإيرانية بمطار بيروت. عم كله كذب، هذا حزب الله الناطر بقى مطار بيروت، وعنده دهاليز بتربط من سوريا لبقاع على الجنوب، بده يخزن مطار بيروت وراح يطموا حاله هنو طيبين. ما الكذبه من حقها، لانه اسرائيل عم بتقول لك نحن فينا نضرب مطارح مثل المرفأ، بتصير ما هي ضرب المرفأ اسرائيل، قدك فينا نضرب المطار وغير مطار غير مطار. كل شيء وارد، ما شفنا بس كل شيء وارد. مين عاونه؟ ايران. ما عنده الا المطار، معه من الضاحية لحدود إسرائيل، كله تحت الأرض مثل غزة. أنا مصادر أجنبية ما بكذبها، وبالأخص مصادر بريطانية. هلأ إذا في حدا عم بحرف صار شيء تاني، بس أنا ما شفت، ما فيي حط بدمتي. فهمت علي كيف؟ بس هيدي مصادر أجنبية قوية، يعني عم تحكي ببريطانيا أنت. مثل ما صار مرفأ بيروت ممكن يصير مطار بيروت، غير ما ترجع الدولة والجيش والمؤسسات ما في حل. الله يهدي البال، إن شاء الله لبنان ما يدقوا شوكة بجنوب بلبنان ببيروت بالعاصمة بكذا، إن شاء الله الله يهدي البال. أكيد شيء مش صح يعني بمطار بيروت يعني، بس ما سمعت صراحة. كله بينخاف لأنه إذا صارت بالمرفأ معقول تصير بالمطار كمان. أكيد بعرفني أنا أولادي عم يشتغلوا بالمطار وعم خايف كل يوم، إن شاء الله خير، شو بدنا نقول أكثر من هيك؟ إن شاء الله بإذن الله ما بيصير شيء. حزب الله يخزن الأسلحة والصواريخ في مطار رفيق الحرير الدولي ببيروت، هذا ما كشفته صحيفة التلغراف البريطانية نقلا عن موظفين في المطار. رووا أن ضباطا في جهاز الجمارك وصفوهم بالمرتشين يسمحون للميليشيا بتخزين الأسلحة الإيرانية هناك. الموظفون قالوا أيضا أن أجهزة الحزب تمنعهم من تفتيش صناديق كبيرة وصفوها بالغامضة تصل على متن رحلات قادمة مباشرة من إيران. الموظفون وإذ أعربوا عن خشيتهم من تكرار مأساة انفجار مرفأ بيروت، تخوفوا من تحول مطار رفيق الحرير الدولي إلى هدف إسرائيلي. ولكن ما كشفه بعض الموظفين في المطار للصحيفة البريطانية، ذكر الاتحاد الدولي للنقل إنه على علم به ومنذ سنوات، معربا عن عجزه على وقف ذلك الأمر. وطالب الاتحاد ودائما وفق صحيفة التلغراف باتخاذ إجراءات قانونية دولية لوقف تخزين الأسلحة وبإغلاق المطار وإزالة جميع الأسلحة والمتفجرات. بالموازاة، كشفت وكالة يوروبوست أن ميليشيا حزب الله تخزن 547 صاروخا وصناديق من المتفجرات الكيميائية في طابق سفلي في مطار رفيق الحرير الدولي ببيروت. كما كشفت الوكالة أن طائرة تابعة للخطوط الجوية الإيرانية هبطت ليلة السبت الأحد في المطار وعلى متنها صناديق أسلحة تابعة لميليشيا حزب الله.
بالمقابل نفى وزير النقل اللبناني المقرب من حزب الله علي حمية ما ورد بتقرير التلغراف، وأشار إلى أنهم عادوا وألغوا الفقرة المرتبطة بالاتحاد الدولي للنقل، وشدد على لا أسلحة موجودة في مطار بيروت الدولي. وقرأ على الهواء بريدا إلكترونيا من الاتحاد الدولي للنقل أنه لم يعطي أي تصريح للتلغراف. قمنا بالاتصال بالاستاذ كامل اللي هو نائب رئيس الاتحاد النقل الجوي للشرق الأوسط وأفريقيا، كامل العوضي، الاستاذ كامل العوضي، وتحدثت معه شخصيا وسألته، يعني هذا الموضوع منسوب للاتحاد النقل الجوي. أخبرني بالشكل التالي: معالي الوزير، هذا الخبر عار عن الصحة، ونحن ما عطينا أي بيان أو رسالة أو تحدثنا مع التلغراف، ونحن ننفي نفيا قاطعا ما ورد في مقال التلغراف. البيان الأول بالتلغراف بيقول عن الإياتا، لكون الإياتا اتحاد النقل الجوي هو أساسي بالمنطقة، بيقول البيان الأول اللي صدر أول مرة: A security source at the International Air Transport Association إياتا، يعني نسب كل ما ورد في المقال إلى الإياتا. بعد مراجعة الإياتا للتلغراف، هلأ إذا بتفتحوا قدامكم هلأ ما عاد في كلمة إياتا، نحن في طور إعداد دعوة قضائية تجاه التلغراف، دعوة قضائية تجاه التلغراف، لأنه البيان الذي صدر عن التلغراف هو بيان عم بيشوه سمعة مطار رفيق الحريري الدولي بيروت دون أي مستند قانوني، دون أي حقيقة، مواربة للحقيقة. اللي بيشكك بالجمارك اللبنانية وبالجيش وجهاز أمن المطار والأمن العام اللبناني، خلص ما بش في بلد. بالتالي المرجع الأساس للسؤال والجواب هي الأجهزة الأمنية العاملة في مطار رفيق الحريري الدولي بيروت حول صحة ما تنقلته تلك وسائل الإعلام. هذا ونفى اتحاد النقل الجوي في لبنان تقرير التلغراف بوجود أسلحة لحزب الله في مطار بيروت، مضيفا أن تقرير التلغراف حول أسلحة حزب الله بمطار بيروت لم يقدم أدلة أو براهين، واعتبر أن تسريبات صحيفة التلغراف هدفها تعريض مطار بيروت للخطر. مشاهدينا، معنا من بيروت مدير عام الطيران المدني اللبناني المهندس فادي الحسن. أهلا وسهلا بك سيد فادي، معنا في 19. هذه المعلومات هي ليست جديدة ولكنها حساسة في توقيتها اليوم، هل ما تم من إجراءات كافي لدحض ما جاء في هذا التقرير؟ نعم، مساء الخير لكم وللمشاهدين. اليوم نحن فور ما انتشر التقرير تبع الصحيفة البريطانية عملنا مؤتمر صحفي بالمطار، أكيد معالي وزير الأشغال العامة والنقل كنا موجودين وفندنا ما ورد بهالتقرير، اللي هو فعلا كان تقرير هش ولا يستند لأي أدلة. دليل على هالكلام أنه الاتحاد الدولي للنقل الجوي الأياتا نفى جملة وتفصيلا ما ورد بالتقرير، من انه هو حذر من هالموضوع، وطلعوا بيان رسمي لاياتا نفوا جمله وتفصيلا ما ورد فيه. ما نضيف لهالشيء كمان، يعني اليوم مطار رفيق الحريري الدولي اهم شركات الطيران العالميه بتشغل رحلات من والى المطار، وعلى مدار السنه بيكون في عندهم فرق تجري تدقيق على المطار لناحيه السلامه العامه ولا ناحيه امن الطيران. فاليوم هالشركات الطيران وقت اللي عم تيجي تعمل تدقيق وعم تزيد رحلاتها من وراء المطار، هذا خير دليل انه اليوم المطار والاجراءات المتبعه فيه سواء لناحيه السلامه العامه او لناحيه امن الطيران هي ضمن المعايير والمواصفات العالميه. طيب سيد فادي، يعني نحن راينا ربما ما اثاره. طيب سيد فادي، هل انت معنا؟ طيب يبدو أن الاتصال انقطع مع مدير عام الطيران المدني اللبناني المهندس فادي الحسن. على كل سنعود إليه لاحقا.
إذن مشاهدينا نعود ونرحب بضيفنا من بيروت مدير عام الطيران المدني اللبناني المهندس فادي الحسن. سيد فادي، كنت أسأل هنا، هل تقرير بهذا الشكل يثير هذه المخاوف والشكوك يرد عليه أو يطمئن كل اللبنانيين والمغتربين بإيميل من الاتحاد الدولي، هل هذا كاف؟ لا، نحن بنهاية المؤتمر كمان بدي أضيف شيء كثير مهم كمان نحكي اليوم، أنه نحن اليوم وزارة النقل البريطانية أو Department for Transport بالUK كل سنة كمان بيبعثوا فريق تدقيق أمني على المطار، بيجوا بيشوفوا الإجراءات الأمنية المتبعة. في شركات طيران بتسير رحلات من مطار في الحرير الدولي إلى المملكة المتحدة، هي شركة طيران الشرق الأوسط، فبيجوا كل سنة بيعملوا. آخر زيارة اجوها بكانون الثاني 2024، يعني هيدي السنة آخر مرة اجوا ونعمل التقرير وما كان في عنا ولا أي ثغرات أمنية. بالإضافة لهالشي دعا بنهاية المؤتمر اليوم معالي الوزير، دعا سفراء الدول الأجانب في لبنان للحضور بكرة الصبح إلى المطار الساعة 10:30، والاطلاع هن بأنفسهم على كافة الأقسام بالمطار وخاصة قسم الشحن اللي كان عم يحكي عنه، يجوا كمان هم يشوفوا بأعينهم الإجراءات المتبعة بالمطار لزيادة خلينا نقول الإثباتات أنه نحن فعلا ما عندنا شيء نذكر بهالتقرير الصحيح البريطاني. طيب، بالحديث عن هذه الإجراءات سيد فادي، أنت تتذكر بأنه كان هناك تقارير دولية وحتى امتعاض من طريقة التفتيش في المطار، هل تمت معالجة ذلك؟ ابدا، نحن يعني برجع بقول لك ستنا اليوم شركات الطيران عم يجوا يعملوا تدقيق على المطار، نحن ما بتذكر انه ولا من فتره قريبه انه اجانا اي تقرير من شركه طيران كانوا عم يشتكوا من الاجراءات التفتيش المعتمده بالمطار، سواء على الحقائب الركاب المسافرين او حتى على الشحن، لانه في كثير شركات طيران بتاخذ شحن من حتى كمان من والى مطار رفيق الحديد الدولي. طيب سيد فادي، يعني مطار لبنان ليس للبنانيين فحسب وللمغتربين، وأيضا هناك منه جانب للسوريين، كيف يمكنك اليوم من خلال شاشة الحدث طمأنة هؤلاء؟ نحن برجع بقول نحن أكيد كإدارة مطار إذا بدنا نطلع نحكي عن الإجراءات المتابعة بنقولوا أنه نحن إدارة مطار وعم ندافع عن مطارنا، لا، بالحقيقة أنا برجع بقولك بالأدلة اليوم نحن ما عم نحكي عن شركة واثنين وثلاثة، نحن عم نحكي عن حوالي 45 شركة طيران تعمل من وإلى المطار، ومش من هلأ من سنين، بل والسنة كمان زادوا رحلاتهم من وإلى مطار رفيق الحريري الدولي. هذا خير دليل، برجع أقول لك لو ما نحن الإجراءات اللي عنا سواء لناحية السلام العامة أو لناحية أمن الطيران لو ما لنا مطابقة للمواصفات المطلوبة عالميا، شركات طيران بحجم هالشركات ما رح تتردد ولو للحظة أن توقف تسيير رحلات من وإلى المطار. طيب، ولكن ماذا منذ بداية هذه الاشتباكات بين الجنوب وبين حزب الله وبين إسرائيل، وأيضا تزامنا مع هذه التقارير، هل يمكن أن تتأثر الحركة في المطار؟ هل رصدتم ربما أي تراجع في اقتناء التذاكر أو ما إلى ذلك؟ نحن الحقيقة إذا منشوف الأرقام بهالشهر هيدا، يعني بعدنا لحد اليوم عم يوصل إلى المطار يوميا ما لا يقل عن 14,000 راكب، هي عم نحكي هلأ بشهر 6، وشهر 6 نحن يعتبر بقصتنا بأشهر الزروي بالمطار اللي هي شهر 7 وشهر 8. المؤشرات الأرقام مثل ما نحن عم نشوفها معناتها بعد الثقة موجودة بالمطار، المغتربين عم يجوا إلى المطار على الوقت وبل أكثر ما نحن بنتوقع. نحن السنة نرجع بقول لك بالمقارنه مع السنه الماضيه بنفس الوقت نحن اكثر من السنه الماضيه، هلا ان شاء الله اكيد نتامل انه بكره بس يتوقف العدوان كمان رح نشوف الاغراض حركه ركاب اكبر من هيك. ماذا عن المغادرين؟ كمان حركه المغادره هلا بعد الوصول اكثر بهالفتره، بس حركه المغادره كثير طبيعيه، مش مثل ما عم ينحكى ابدا انه في عندنا اعداد، يعني هلا ان شاء الله نحن بالحركه اليوميه عم بيكون عنا الوصول أكثر من المغادرة. طيب، هل هناك ربما أي إجراءات استباقية خاصة مع الحديث عن وجود تشويش إسرائيلي فوق المطار وحتى فوق أجواء العاصمة اللبنانية؟
نحن من شهر 3 2024 وقت اللي بلشت ظاهرة التشويش ووقت تلقينا عدة تقارير من الطيارين اللي عم يجوا إلى مطار رفيق الحريري بدبي، نحن أصدرنا تعميم لجميع الطيارين، وهذا الإجراء متبع مش بس عنا، بكافة المطارات اللي قد تشهد تشويش على أجهزة الجي بي اس. مجرد ما الطيار ما عم يقدر يعتمد على أجهزة الجي بي اس بطيارة، عم يعتمد على التجهيزات الملاحية الأرضية الموجودة عنا بالمطار، وهذا إجراء 100% مطابق لإجراءات السلامة المطلوبة عالميا. من شهر 3 لهلا عم يعتمدوا على التجهيزات الملاحية الأرضية، ما صار في عنا ولا أي مشكل بهذا الموضوع، ولكن هذا الشيء ما بيعني أنه دائما لازم عند الطيار يكون في عنا أقل شيء وسيلتين يستعملهم للهبوط. نحن وكنا رفعنا الصوت، مجلس وزراء كان تقدم بشكوى رسمية بخصوص الأمم المتحدة، وكذلك وزير الأشغال العامة والنقل بعدة مؤتمرات خارجية كنا كمان رجعنا رفعنا الصوت أنه لابد من إيجاد حل لهالموضوع. طيب، تحدثت عن زيارة للسفراء غدا صباحا، كيف تتأهبون لاستقبال هؤلاء، وهل ستقودوهم لزيارة يعني هذا الطابق السفلي الذي تم الحديث عنه في التقرير؟ نعم، مش بس طابق سفلي ستنا، بكرة عندهم هني حرية الاختيار بأي جزء بالمطار بيحبوا يكونوا متواجدين، سواء بمبنى المسافرين أو بمبنى الشحن أو بأي قسم من أقسام المطار. نحن بكرة أكيد رح نكون مواكبينهم بخلال زيارتهم. أشكرك جزيل الشكر، كنت معنا من بيروت مدير عام الطيران المدني اللبناني المهندس فادي الحسن. إذا مشاهدينا، مع تزايد الحديث عن حرب بين إسرائيل وحزب الله وتصعيد الهجمات بين الطرفين على الحدود، وسط هذه الأجواء انتشر وسم على مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان لبنان لا يريد الحرب. أحد النشطاء طالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالتدخل لحماية أبنائه ووطنه من حرب محتملة مثلما تظهر هذه التغريدة. ناشط آخر كتب في تغريدة يقول لبنان في خطر. المرشد الأعلى للجمهورية اللبنانية حسن نصر الله يهدد علاقات لبنان وأمن لبنان واقتصاد لبنان وشعب لبنان. أحد المتابعين أيضا مشاهدين على موقع إكس انتقد تهديدات حسن نصر الله لقبرص وكتب يقول تفرد حسن نصر الله بقرار الحرب والسلم، وتهديده لقبرص يعبر عن رغبته بنسف اتفاق الطائف والعمل بمنطق الأكثرية العددية على حساب المناصفة، فيما الشعب اللبناني بكل مكوناته المجتمعية يرفض تعكير علاقات لبنان مع دول صديقة. أما صاحبة هذا الحساب فكتبت في منشورها: ينشر حزب الله فيديو للإعلام الحربي يستفز إسرائيل، فتقرر إسرائيل تهديدنا بقصف المطار، ثم تتساءل كيف يمكنكم تحمل هذا الكم من الدم والموت؟ من سيبني لبنان من جديد؟ وإن بني، من سيسكن البيوت بعد كل هذا الخراب والقتل؟ ونختم مشاهدينا هذه الجولة حول وسم لبنان لا يريد الحرب مع هذا المشترك في موقع إكس دائما، إذ كتب أحد النشطاء أن قرار الحرب للدولة اللبنانية فقط، وإلا يزول لبنان الذي نعرفه. رغم طبول الحرب التي تقرع على جبهة مشتعلة مع إسرائيل، تنطلق من بين التحذيرات والمخاطر أصوات أغاني تطمئن اللبنانيين بأن صوت الحرب عاجز عن إخفاء صوت الحياة. فبيروت التي تحاول إخفاء صوت القصف والمدافع بأصوات الحياة النابضة من شوارعها، يبدو أنها لا تخشى الحرب. ما بتخيل رح يصير في حرب، ولا نحن منا خايفين، وإذا خايفين ما بنشوف هالعجقة كلها حوالينا، ولا العالم نازلة بمهرجانات وكل جمعتين عنا مهرجان بمحل، فنحن ما منخاف، ونحن عطول متفائلين ومنحب نضلنا مبسوطين على طول. مظاهر الحياة والتفاؤل كما اعتادها سكان بيروت لم تتأثر بقرب اندلاع حرب شاملة قد تبدل واقعهم إلى آخر أكثر قتامة من الآن. ويبدو أن تجارب هذا البلد مع عدة حروب سابقة أكسبته القدرة على التعاطي مع تهويلاتها. 40 سنة كل صيفية بيقولوا في حرب، وكل مرة بننطر وعادي ومنعيش صيفية، ومثل ما شايف البلد ماشي والعالم عم تظهر، يعني بدنا نعيش وما نروح، هيدا بلدنا وسواح فيه والمغتربين موجودين،
كله موجود هون. امبارح اجى جمعه الماضي عمرو دياب، كان في 25,000 شخص بالداون تاون. ورغم التهويل باتساع التصعيد، يرى سكان بيروت انهم ما زالوا قادرين على متابعه حياتهم، خاصه في موسم الصيف. نحن متكل على كل شيء على ربنا اللي خلقنا، بعدين معروفين اللبنانيين، يعني نحن ما عاد نخاف بشيء، بنحب نعمل اجواء، بنحب نعمل مهرجانات، بنحب تكون صيفيه كثير حلوه، ومنعيش كل يوم بيومه. وإلى أن يكون للحرب توقيت وتاريخ لن تعلو فوق أصوات الفرح في شوارع بيروت أي أصوات. من بيروت مشاهدينا ينضم إلينا مراسل الحدث محمود شكر. محمود أهلا وسهلا بك معنا في 19. هل فعلا ما روي أو ما جاء في هذا التقرير يعكس فعليا أرض الواقع في لبنان؟ ليس هناك مخاوف؟ سؤال لابد لنا من الاستعراض خلال ال 24 ساعة، ماذا جرى في العاصمة اللبنانية بيروت من أخبار؟ بداية رويتر تتحدث عن حرب إسرائيلية خلال 48 ساعة، الخبر الثاني إلى أن كندا تستعد لعملية إجلاء 45,000 مواطن كندياني لبناني، إلى الخبر الثالث إلى أن مجموعة من السفراء الدول الأوروبية والغربية غادروا بيروت، الخبر الرابع إلى أن هنالك ازدحام كبير في المطار بيروت، وأدى هذا الازدحام إلى فرار عدد كبير من اللبنانيين، وربما أن هنالك شيء سيحدث حصل في المطار كما جرى بالأمس، إلى أن أتى هذا الخبر اليوم. كل هذه الأخبار وضعت في إطار التكهنات، أو أيضا وضعت في إطار الواقع الذي جاء على وقع قرع سبل الحرب في لبنان. فرويتر هي لم تأتي على هذا الخبر، كندا قالت إلى أن خبرها الأساسي هو عملية تحضير روتينية، السفراء لا يزالون في العاصمة اللبنانية بيروت، المطار ليس هنالك من أي قضية. أما بالنسبة إلى هذا التقرير الذي جاء على التليغراف، والذي أيضا لن أدخل في تفاصيله أو في قراءته، والكل أدلى بدلوه في هذه المسألة، وتحديدا سأذهب إلى ردود الفعل التي بدأت تتوالى منذ حوالي الربع ساعة في العاصمة اللبنانية بيروت أو أيضا في خارج بيروت. وعلى سبيل المثال هنالك موقف للزعيم الدرزي وليد جنبلاط منذ بعض الوقت أطل على إحدى الشاشات العربية ليقول إلى أن البعض يريد الحرب للبنان، هو يستشرف هذا الحرب، وسمى أيضا بعض المواقع الإلكترونية في بيروت التي تروج لضرب المطار، كما أيضا لهذه الصحيفة التي قال عنها إلى أنها تروج لقصف مطار بيروت. أما أيضا من الناحية الحكومية بما يسمى أو يعنى بوزراء حكومة تصريف الأعمال، إن كان الموقف الأساسي الذي أدلى به وزير النقل الذي هو حصة حزب الله في الحكومة، وأيضا بحسب المصادر غدا سيكون المطار مفتوح لكل الوسائل الإعلام، بهذا المضمار وزير الإعلام اللبناني مكاري علمنا إلى أنه يقوم في هذه الليلة بإجراء عدد من الاتصالات وتحديدا مع الوسائل الإعلام الأجنبية والعربية لتكون غدا في المطار في هذه الجولة. البعض يركز على هذه المسألة بغاية الأهمية، لأن الذي جرى باعتقاد البعض إلى أنها مقدمات على المستوى الإعلامي ثم بعد ذلك على المستوى السياسي لعملية عسكرية تكون في المستقبل القريب، كما جرى أيضا الحديث عند مرفأ بيروت. أما بالعودة، أنا لم أسمع السؤال جيدا، أما بالعودة إلى الواقع، نعم كنت سألت هنا محمود عن فعليا هل ما جاء في هذا التقرير لم يثر مخاوف اللبنانيين كما جاء في تحدثنا عن تقرير التليغراف، والتقرير الذي عرضناه يقول بأنه الحياة مستمرة وبالتالي ليس هناك أي خوف من التصعيد ولبنان متعود. نعم، الخوف هو إذا ذهبت معك إلى عدم وجود الخوف، لن أكن موضوعية معك، الخوف هو قائم من مكان إلى آخر، وهذا الخوف هو أيضا يعلو منسوبه مع ارتفاع التقارير التي تأتي من هنا أو هناك، أو أيضا مع التطورات الميدانية التي تحصل في جنوب لبنان. يعني قبل هذا المباشر معك على الهواء، في إذا ذهبنا إلى الجبهة هنالك عملية في المطلة، المعلومات تتحدث عن وقوع قتلى في صفوف الإسرائيليين وعن جرحى، كل هذه المعطيات العسكرية هي تذهب
إلى رفع منسوب الحرب الذي بدوره سيؤدي إلى توترات على المستوى الاجتماعي، لنكن موضوعيين. ولكن بالعودة إلى الانقسام على الساحة اللبنانية، لبنان الكل يعلم وبحسب المراقبين إلى أنه بلد ذو اختلافات نعم. بحسب الأولويات، لذلك نرى حرب في جنوب لبنان، نرى احتفالات في وسط بيروت، نرى مواسم سياحية في المناطق الأخرى. ولكن الذي جاء بالتقرير ما بين اليوم وأيضا التداعيات التي ستكون غدا مع هذه الجولة، وبالنظر للصورة الخارجية نعم. التي تحضر للبنان، يبدو إلى أن الأمور تذهب نحو التصعيد أشكره على مستوى التسريبات الإعلامية. شكرا جزيلا لك، كنت معنا من بيروت مراسل الحدث محمود. شكرا لك أيضا. كشفت صحيفة ذا هيل عن عرض قدمته الولايات المتحدة الأمريكية تضمن حلا دبلوماسيا لوقف التصعيد بين حزب الله وإسرائيل، يتمثل بإنشاء منطقة عازلة على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، مرجحة ألا يقبل الطرفان بهذا الحل. قالت الصحيفة إن الأمور تتجه لحرب شاملة بين الطرفين، لا سيما أن حزب الله يربط بين هجماته وبين حرب غزة. وأضافت الصحيفة أنه حتى لو تم التوصل إلى اتفاق في غزة، فإن ذلك لن ينعكس على جبهة جنوب لبنان، إذ أن إسرائيل لديها قناعة راسخة بأن حزب الله يمثل تهديدا وجوديا لإسرائيل في الشمال. ورأت الصحيفة في اندلاع حرب شاملة بين حزب الله وإسرائيل إجهاضا للمساعي الأمريكية إلى التهدئة. اعتبر مسؤول الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن خطر نشوب صراع يشمل حزب الله أمر حقيقي، محذرا من أن اندلاع حرب في لبنان سيؤثر على المنطقة وخارجها. معنا من بيروت الكاتب السياسي مروان الأمين. أهلا وسهلا بك سيد مروان، معنا في 19. ما خلفية تقرير التلغراف اليوم، وهل يمكن لصحيفة بهذا الحجم أن تخاطر بمعلومات مغلوطة؟ مساء الخير لك والمشاهدين. أهلا وسهلا. للحقيقة يعني نحن من ناس أمنيين ولا عنا معلومات أمنية، ولكن بدنا ننطلق من المنطق اللي عم يحكي فيه حزب الله. عم بيقول حزب الله أنه هيدا في اتهام ظلم تجاهه، اللي عم بصير بمطار بيروت هو مش صحيح، مش عم بصير فيه تهريب. هون من هون نحن بدنا ننطلق تنقول أولاً الكل بيعرف بلبنان وخارج لبنان أنه حزب الله واضع إيده على كل مؤسسات الدولة، على كل المرافق التابعة للدولة اللبنانية، وعلى كل المنافذ البحرية والبرية والجوية بما فيها طبعا المطار. والكل بيعرف أنه جميع عمليات التهريب، سواء كانت من بضائع عادية تجارية إلى سلاح، تحصل عبر هذه المرافق. هذه أولا. بالإضافة إلى أنه حزب الله صيته الدولي سيء جدا، كما أنه موضوع على لائحة الإرهاب في العديد من دول العالم، وبالتالي أي خبر ممكن ينتشر عن حزب الله بيحط لبنان بموقع الخطر، لأن حزب الله جسمه لبيس على بهذا المجال. هيدي من جهة. من جهة تانية، ليش مطار بيروت عم يتعرض، أو بشكل عام لبنان عم يتعرض؟ تنقول لأخبار ملفقة مثل ما عم يدعي حزب الله، مثل هذه الأخبار اللي ذكرتها التليغراف. طيب سيد مروان، البعض يتساءل لماذا يلجأ حزب الله لتعريض مطار بيروت الدولي للخطر وأمامه كل الساحات؟ للحقيقة حزب الله العمل العسكري يعني خدمة العمل العسكري لوجستيا أو غير أو سياسيا أو بأي أو إعلاميا أو بأي أمر آخر، هو له الأولوية على أي أمر تاني بالنسبة له تجاه لبنان أو تجاه اللبنانيين. يعني لما كان عم ياخد شقق موجودة بين الناس
بالجنوب ويتم استهداف قياداته فيها، ما كان عم يسأل إنه هيدي البنايات مسكونة من قبل المدنيين أو لا، وكذلك ممارساته العسكرية بجنوب لبنان حاليا، وقبل كمان لما تم حكومة الرئيس سنيورا طرح موضوع العميد شقير اللي كان مسؤول أمن المطار لاستبداله حزب الله عمل 7 أيار، وبالتالي الخطوط الموضوع الأمني والموضوع العسكري اللوجستي لحزب الله ما عنده مشكل يجتاح بيروت كان بال2008 ويجتاح الجبل من أجل حماية منظومته العسكرية. من هون بدنا نقول يمكن ما في تخزين للسلاح بمطار بيروت، ما عندنا معلومات ولكن ما نسلم بجدرا، ولكن كل العالم تعرف انه حزب الله بيقدر يتحكم بمطار بيروت سواء تهريب ادخال او اخراج اي. وهل اسرائيل بحاجه الى ذريعه المطار الى ذريعه ضرب هذا المرفق الحيوي سيد مروان اليوم، وهي ربما تعلم بأن هذه المعلومات ليست جديدة، أم التقرير هذا اليوم جاء كأداة ربما لشيطنة حزب الله؟ حزب الله مشيطن مثل ما بيقولوا اوريدي، يعني مش بحاجة لحدا يشيطنوا على جديد قدام المجتمع الدولي، ولكن هذا الموقع اللي حط فيه حاله حزب الله وحط لبنان فيه منذ 8 أكتوبر لما قرر أنه يفتح جبهة مساندة مع غزة، هذا الأمر وضع كل لبنان بمهب الريح. يعني امبارح حزب الله، امبارح الخطر على لبنان بسبب ممارسات حزب الله هو اقل من اليوم، واليوم الخطر اقل من بكره، وبالتالي كل يوم عم يتقدم منذ 8 اكتوبر حتى الان عم بزيد الخطر العمل العسكري على لبنان وتهديد لبنان بعمل عسكري كبير من قبل اسرائيل بسبب دور حزب الله وممارسات حزب الله تحت حجه مسانده غزه، اللي هي طبعا الكل مسلم انه ما لها اي طعمة بالنسبة لغزة ولا أي تأثير على مجرى الأمور بغزة. وهون في سؤال بده ينطرح، يعني حزب الله من أجل بشار الأسد دمر مرفق بيروت، هل كمان اليوم من أجل تحت عنوان مساندة غزة ومن أجل السنوار بدنا ندمر مطار بيروت؟ طيب في اتهامات تنقول بروباغندا، لكن هناك دعوة سيد مروان، هناك دعوة للسفراء للزيارة، وبلا شك أنك تابعت كل ردود الفعل الرسمية بعد هذا التقرير. برأيك سيد مروان هل ذلك كافيا أم أن حزب الله ربما سيتوجه على الأقل إن صحت هذه المعلومات في الوقت المقبل أو في الآونة المقبلة أن يغير مثلا من استراتيجيته بأن لا يستخدم أي مرافق حيوية لتمرير الأسلحة، أم أن الأمر سيبقى قائما إن صحت المعلومات دائما؟ طبعا نحن وصلنا لمرحلة بسبب سياسات حزب الله كل لبنان بموقع الخطر، بغض النظر إذا زاروا السفراء وشافوا المطار أو ما زاروا المطار. السؤال هو بالسياسة، ليه مطار الأردن لا يتعرض لهيك عمليات إن كانت تشويه كما يدعي حزب الله؟ وليه مطار مصر وليه غيرها من المطارات؟ ليه مطار بيروت بس؟ بسبب ممارسات حزب الله عم يوضع كل مرافق الدولة اللبنانية، عم يوضع كل اللبنانيين تحت دائرة الخطر، بالإضافة لأنه هذا الدور اللي عم يلعبه حزب الله كذراع. طيب بالحديث عن الدولة اللبنانية سيد مروان، هذه الضغوطات التي تتعرض لها الدولة اللبنانية ألن تشكل لها دفعا بتغيير على الأقل هذه السلوكات، على الأقل ربما بالاتكاء دوليا أكثر؟ للأسف أنه كل سلطات الدولة اللبنانية هي خاضعة لأمرة حزب الله وتتحرك بقرار من حزب الله، ومنتذكر ببداية الحرب لما قال الرئيس نجيب ميقاتي أنه قرار الحرب مش عندي، قرار الحرب عند حزب الله، هذه بالبداية. بعدين لاحقا رجع حتى هذا الأمر لأن أزعج بمحل معين حزب الله، تراجع عنه وقال لا، قرار الحرب عند إسرائيل هي اللي عم تعتدي على لبنان، وبالتالي المراهنة على سلطة خاضعة بالمطلق لقرار حزب الله هذه مراهنة في غير محلها. المشكل الأساسي اللي نحن عم نعانيه أنه حزب الله مقرر بغض النظر عن كل الكوارث الممكن تحل بلبنان وبالشعب اللبناني، هو مكفي بالخيار وبالدور المرسوم له في خدمة المشروع الإيراني
وبالتالي في خدمة المفاوضات لتحسين شروط إيران في مفاوضاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية. وهون في حال كانت في بروباغندا عم تستفيد منها حكومة إسرائيل، حكومة نتنياهو، لتعزيز حجتها ولتعزيز منطقها، المنطق اللي بعتمدته قدام حكومات العالم بأنه لبنان هو ومعظم الساحات اللبنانية والمرافق اللبنانية هي في خدمة حزب الله، ويستخدمها حزب الله لممارسة عمليات إرهابية كما تقول حكومة نتنياهو. هل حزب الله مش ما بيلفت نظره هذا الوضع وما بيدعي منه التوقف ومراجعة كل سياساته اللي معتمدها منذ فترة طويلة؟ يعني للأسف في قلة مسؤولية، ولا بل أنه في انتحار بلبنان ومعظم الشعب اللبناني. من بيروت كنت معنا الكاتب السياسي مروان الأمين، شكرا جزيلا لك. التاسعة عشرة مستمرة وفيها أيضا نتنياهو يروج لقص العشب في غزة ويفرض شروطه في لبنان. يتعرض معظم سكان الأرض لتقلبات جوية، حيث الأعاصير والزلازل وارتفاع درجات الحرارة، فتسببت بوفاة وتهجير الملايين وأضرار اقتصادية هائلة. ففي كل لحظة هناك أناس يواجهون التغير المناخي في بقعة ما من هذا الكوكب، فنحن لا نقف عند آثار ذلك عليهم، بل نحاول جاهدين أن نبحث في كيفية إيجاد الحلول لمواجهة هذه الأزمة العالمية مع الخبراء والمختصين. The climate crisis is spiraling out of control. تداعياته. تابع الحدث في مكانه وزمانه. مشاهدينا مجددا، يزور وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت في زيارة رسمية واشنطن بدعوة من وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، ويلتقي جالانت بنظيره الأمريكي لويد أوستن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن ومسؤولين كبار في البيت الأبيض. جالانت قال إنه سيبحث خلال الزيارة الوضع في غزة وعلى الجبهة اللبنانية، مشيرا إلى استعداد إسرائيل لأي إجراء قد يكون مطلوبا سواء في غزة أو في لبنان أو في أماكن أخرى. وفق تعبيره، أغادر الليلة إلى الولايات المتحدة بدعوة من وزير الدفاع لويد أوستن. الولايات المتحدة هي حليفنا الأهم والمركزي، وعلاقاتنا مهمة بشكل خاص، ربما أكثر من أي وقت مضى. سألتقي في الولايات المتحدة بوزيري الدفاع والخارجية وغيرهما من كبار المسؤولين في الحكومة الأمريكية. سأناقش في هذه اللقاءات الوضع على جبهة غزة وعلى الجبهة اللبنانية. نحن مستعدون لأي إجراء قد يكون مطلوبا سواء في غزة أو في لبنان أو في أماكن أخرى. إن الانتقال إلى المرحلة الثالثة في قطاع غزة له أهمية كبيرة. سأناقش مع كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية هذا التحول، وأنا أعلم أننا سنتوصل إلى تعاون وثيق بين إسرائيل والولايات المتحدة بشأن هذه القضية أيضا.
مع وصول وزير دفاعه يوآف جالانت في زيارة رسمية إلى واشنطن، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الخلاف مع واشنطن بشأن تأخر تسليم الأسلحة الأمريكية سيحل قريبا. نتنياهو لم ينفي أن هناك انخفاضا بإمدادات الأسلحة الأمريكية لإسرائيل منذ نحو 4 أشهر، وناشد واشنطن بتسريع إرسال شحنات الأسلحة إلى تل أبيب. أقدر كثيرا دعم الرئيس بايدن والإدارة الأمريكية لإسرائيل. منذ بداية الحرب قدمت لنا الولايات المتحدة الدعم المعنوي والمادي بوسائل الدفاع والهجوم، ولكن منذ حوالي 4 أشهر حدث انخفاض كبير في إمدادات الأسلحة التي تصل من أمريكا إلى إسرائيل، وعلى مدى أسابيع طلبنا من أصدقائنا الأمريكيين تسريع عملية إرسال الأسلحة. فعلنا ذلك مرارا وتكرارا وعلى جميع المستويات، وأؤكد أننا فعلنا ذلك في غرف مغلقة. وفي ضوء ما سمعته في الأيام الأخيرة آمل وأعتقد أن هذه القضية سيتم حلها في المستقبل القريب. وبنفس الوقت يجدد نتنياهو اتهامه لواشنطن بحجب الأسلحة عن إسرائيل. نتنياهو وخلال اجتماع حكومي أوضح أنه قرر التعبير علنا عن ذلك الأمر بعد أشهر من عدم حدوث أي تغيير. بعد أشهر من عدم حدوث أي تغيير في هذا الوضع قررت أن أعطي الأمر تعبيرا علنيا. لقد فعلت ذلك بناء على سنوات من الخبرة ومعرفة أن هذه الخطوة ضرورية للخروج من عنق الزجاجة. توقعت أن يتضمن ذلك هجمات شخصية ضدي من الداخل والخارج، كما حدث عندما عارضت الاتفاق النووي مع إيران، وكما حدث ويحدث عندما عارضت مرارا إقامة دولة إرهابية فلسطينية، وكما يحدث الآن عندما أعارض إنهاء الحرب مع إبقاء حماس سليمة، ولكنني على استعداد لتحمل الهجمات الشخصية من أجل أمن إسرائيل. وفي أول حديث لقناة إسرائيلية منذ 7 أكتوبر قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن مرحلة القتال القوي في قطاع غزة ستنتهي قريبا وننتقل إلى مرحلة قص العشب، مشيرا أن الجيش الإسرائيلي لن يوقف الحرب في غزة قبل القضاء على حماس، مضيفا أن إسرائيل تريد تشكيل إدارة مدنية في غزة من قبل فلسطينيين محليين هناك، وأن الاستيطان في القطاع ليس واقعيا، واعتبر أنه إن كان هناك اتفاق بشأن الجبهة الشمالية مع لبنان فسيكون وفق شروط إسرائيل. ضربوهم صاروخ، ايش سووا ايش عملوا؟ كلهم هاي الصغار ماتوا، الاطفال هاي كلياتهم الصواب والدم على الارض ونازحين كثير، يعني مقصود هذا تاعت اونروا. وين نروح؟ يعني وين نروح؟ ايش بدهم اياه؟ وشرب بدناش ولا اكل ولا بدنا شرب، احنا بدنا الامان، ولا وباء ولا دوله بس هيكت، ولا خلينا بس القتل والموت والدمار، كل الاطفال والنساء تشردوا، كلياتهم وين نروح؟ كنا قاعدين بنعبي الميه فجاه ما سمعنا الا صوت الهوايه، طلعنا نجري، رميت القلم الفيديو وطلعت اجري، بطلع حوالي لو في واحد ببيع برات، انا طفل استشهد واللي جنبه تصاور، في شهداء من قلب الغرفه وطلعنا شهداء من الغرفه الثانيه. منذ 7 أكتوبر وعقب الهجوم الذي نفذته حماس على إسرائيل شنت الأخيرة حربها على قطاع غزة، وبتصريحات قادتها فإن العملية تمر بمراحل، منها ما أنجز ومنها ما هو قيد التنفيذ. المرحلة الأولى من الحرب بدأت بالقصف الجوي العنيف الذي شمل مختلف مناطق قطاع غزة، والذي استمر لقرابة 20 يوما، مما مهد لخوض المرحلة الثانية وفق ما تقوله إسرائيل. في 28 أكتوبر أعلنت إسرائيل دخول المرحلة الثانية بعملية برية تمكن من خلالها الوصول إلى عمق القطاع وتدمير البنى التحتية والمنشآت وتهجير السكان. المرحلة الثالثة والأخيرة من الحرب تقول إسرائيل إن القتال سيستمر فيها ولكن بضراوة أقل، حيث تسعى إسرائيل في هذه المرحلة إلى إنشاء نظام حكم جديد في قطاع غزة يحقق الأمن لإسرائيل. وفي إطار مناقشة المرحلة الأخيرة توجه وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت إلى واشنطن لبحثها مع المسؤولين الأمريكيين، إضافة إلى بحث التصعيد على الحدود بين إسرائيل ولبنان واحتمال اندلاع حرب مع حزب الله.
فيما يرى مراقبون أن تقليص العمليات في غزة يمكن أن يتيح للجيش الإسرائيلي التفرغ والاستعداد لمواجهة حزب الله إذا ما قررت إسرائيل شن هجوم بري أو تكثيف القصف الجوي على لبنان. على كل المشاهدين للحديث أكثر نرحب بضيفي من رام الله الدكتور محمد المصري الخبير في الشؤون الأمنية والاستراتيجية. دكتور محمد أهلا وسهلا بك معنا في 19. زيارة جالنت هذه المرة برأيك هل الخطة التي ذهب بها إلى واشنطن ستكون أكثر إقناعا للجانب الأمريكي مع العلم بأنه انتقد خطة نتنياهو؟ مساء الخير لك ست ماريا ولكافة المشاهدين. أهلا وسهلا. يعني تعددت المراحل التي دارت فيها العمليات العسكرية في قطاع غزة وهذا العدوان الذي استمر 262 يوم ودخلنا في المرحلة الأولى 20 يوم والآن مر 242 في المرحلة الثانية وحتى الآن لم ندخل للمرحلة الثانية. بس سؤالك الموجه أنه هل هذه الخطة يا رقم 3 أو خطة جيم ممكن أن تقنع الإدارة الأمريكية؟ أنا أقول وأذكر بأنه هذا الموقف الأمريكي كان قبل دخول عملية رفح وطالبوهم بهذه العملية أن تبدأ في المرحلة الثالثة بمعنى عمليات استخبارية أمنية. سنفصل هذه المراحل ولكن دكتور محمد أسأل هنا عن نقطة جالنت. نعم أنا قصدت جالنت ويحمل معه الآن ملف المرحلة الثالثة ويريد أن يروجه أمام الإدارة الأمريكية ويضمن استمرار الدعم العسكري ويناقشهم على أرضية ما يدور الآن بالجبهة الشمال في جنوب لبنان وبالتالي إمكانية فتح هذه الجبهة وتوقعاته من استمرار الدعم الأمريكي الذي أعلنوا عنه مسبقا بأنه سنقف إلى جانب إسرائيل إذا ما اندلعت الأحداث في شمال لبنان. لكن هل الجيش الإسرائيلي قادر على الدخول في هذه المعركة بالرغم أنه ما زال حتى الآن 5 ألوية تقاتل في مدينة رفح؟ هذا شيء غير طبيعي. غير الطبيعي الأكثر أنه هناك أيضا متطلبات العمل العسكري الميداني طالبوا بتشكيل فرقة من 10,000 فرد وحتى الآن لم يستطيعوا تنجيدهم. حاول رفع مدة زمن يعني الفترة الزمنية التي يخدم فيها الجيش النظامي ويرفعوه إلى 3 سنوات ولم يستطيعوا ذلك حتى الآن. اليوم بيحاول نتنياهو تمرير قانون التجنيد لإعفاء الحريدين من التجنيد وأيضا لم يستطيعوا ذلك. وبالتالي دكتور محمد بحسب ما فهمت من كلامك بأنه الحديث عن انتهاء المرحلة هو موجه للرأي العام الإسرائيلي أكثر مع العلم بأنه لم يسترجع أسراه أصلا. شوف الجانب الأول في العملية التوقف على العملية المرحلة الثانية ودخول في المرحلة الثالثة ارتباطا بفشل يعني تحقيق الأهداف المعلنة. الجانب الثاني كل الأهداف بنك الأهداف التي لدى دولة الاحتلال استنفذ لم يعد لدى في قطاع غزة أهداف يمكن قصفها وتدميرها. قد يكون العملية في المرحلة الثالثة بمعنى إذا تجمعت لديهم معلومات استخبارية عن هدف ما كما حصل على سبيل المثال بالأمس ارتكبوا مجزرة مقدارها 40 شهيد في مخيم الشاطئ لأنه وصل لديهم معلومات أنه السيد رائد سعد هو قائد الميداني في منطقة في غزة ويقال هم حسب معلوماتهم مسؤول غرفة العمليات في حركة حماس تم استهدافه قتل 40 شخص وعشرات الضباط في معسكر الشاطئ وبنفس الوقت في منطقة التفاح قاموا باستهدافه دون أن يكون لديهم معلومات مسبقة وقتلوا أكثر من 18 شهيد وعشرات الجرحى وهو حي صغير جدا مكتظ بالسكان بمعنى فيه حي الدرج كمان انضم له جزء من عملية شجاعية. أعتقد العملية الاستهداف إذا كان بالشكل الذي تحدثوا عنه اليوم هو أكثر إجراما وأكثر عنفاً ودموية مما كان في المرحلة الثالثة. الأسباب تتعلق أنه هل جيش الاحتلال هو فعلاً يريد الانسحاب من المناطق الكثافة السكانية بدون اتفاق مسبق وينتشر على الحدود بشكل حدودي أي بمعنى انسحاب بدون اتفاق مع الفصائل دون التوسط. هو يتحدث عن سلطة مدنية عن حكم ذاتي. شوف يا ست ماريا وأقول لك ذلك عن تجربة وبلغت من العمر 73 عاما تجربتنا مع الاحتلال حاول العمر كله تسلمي حاول يجرب كل عمره نتنياهو واللي قبله لن يكون أهم من جولدن مير ولا حتى شارون عسكريا الذي تعامل مع الفلسطينيين جرف مخيم شبالي وشاهدته ب76 كيف جرفوا شارع نعم وشارع لا حتى تدخل الدبابات في شوارع مخيم جبالي ولم يستطع حاول إقامة روابط القضاء ولم يستطع كما حاول في الشريط الحدودي لما عمل سعد حداد في جنوب لبنان ولم يستطع. لا يوجد فلسطيني يمكن التعامل مع الاحتلال
الاحتلال وينصف نفسه عميل وجاسوس للاحتلال من أجل شبكة يعني أمان لهذه المنظومة الأمنية الموجودة. أنا بقول لك الفلسطينيين يستطيعوا أن يقرروا مصيرهم إذا أنهوا الانقسام بشكل سريع وأخذوا موقف موحدا، وبالتالي ممكن أن تكون هناك يعني قيادة فلسطينية ممثلة في منظمة التحرير والسلطة الوطنية تكون فيها كل الأطراف الفلسطينية دون إقصاء أحد، وبالتالي لدينا رؤية لمرحلة ما بعد أو بعد وقف العدوان على الشعب الفلسطيني وانسحاب قوات الاحتلال. لا توجد إمكانية، هذا حلم غير واقعي، الرجل مفصول عن الواقع وهو يعرف تماما. لكن دكتور محمد، البعض يقول بأنه ربما نتنياهو توجه اليوم للحديث عن مرحلة ثالثة وعن ربما حرب واستهداف أقل ضراوة لأنه شعر بإمكانية قيام دولة فلسطينية وبالتالي من مصلحته أن يبقي على حماس ضعيفة في القطاع. أتفق معك نتنياهو لا يرغب بإنهاء حركة حماس بقطاع غزة ويرغب ببقاء جزء منها، جزء هو يريد حماس فوق الأرض وليس تحت الأرض، هو يريد حماس أن تبقى موجودة والسلطة الفلسطينية في رام الله ويحافظ الانقسام، وهذا ما عمل عليه بطوال فترة حكمه وطوال فترة العوامة الذي حكم فيها إسرائيل، وبالتالي يقول أنا الوحيد القادر على إبقاء الانقسام وعلى عدم قيام دولة فلسطينية. ولكن هذه كمان الخطوة الثالثة، المرحلة الثالثة هو يتقدم فيها للمجتمع الدولي. لا تنسوا أنه هناك في محكمة العدل الدولية والإبادة الجماعية وأنه الآن الشهر القادم سيتصدر. طيب تحدثنا عن أهداف نتنياهو، ولكن هل حماس سترضى بهذا الدور؟ لا أعتقد إلا إذا كنا نتحدث عن حماس الجديدة التي لم تشكل بعد. حماس دفعت ثمن غالي أنا أعتقد في هذه الحرب كما دفع شعبنا الفلسطيني، وبالتالي لديها نتائج يجب أن تقدمها للشعب، حصاد، نتائج حصاد هذه العمليات. صحيح أن خسرنا حوالي تقريبا 37 ألف نسمة شهداء و10 ألاف مفقودين و86 ألف مجروحين و80% من البنى التحتية دمرت. ماذا ستقول حماس للشعب الفلسطيني إذا ما توقف العدوان وانسحبت الصهيونية وعدنا كما عدنا 7 أكتوبر؟ يجب أن يكون هناك إنجازا سياسيا ما يقدم هذا الإنجاز، رفع الحصار عن قطاع غزة ومشروع سياسي أن تكون الدولة الفلسطينية على مرحلة قريبة جدا وبدون عودة خلف خطاء، وهذا الموقف السداسية العربية التي تقول لن نقيم يعني تنمية في المنطقة مستدامة أو استقرار دون ما نصل إلى حل القضية الفلسطينية على أساس قيام دولة فلسطينية. إن لم نشعر كفلسطينيين بأنه احنا أخذنا هذا المنجز السياسي وانهينا الانقسام، أنا أعتقد أن شعبنا الفلسطيني لن يقبل لحماس أن تذهب باتجاه هذا الحل السريع التي تكون طرفا فيه لحل. ولكن هل ذلك قابل فعليا للتجسيد؟ ما الذي يصور إليك دكتور محمد الآن مما سيتمخض عن كل هذه الحرب وكل هذه الإجراءات التي تأتي من هنا وهناك ويعني زيارات مكوكية وحلول دبلوماسية لم تؤتي أكلها لحد الساعة؟ ست ماريا، فتحت الجرح. هناك تطورات في المجتمع الإسرائيلي ديموغرافيا، وهو هناك العائلة الحريدية بمعنى العائلة المتطرفة، هؤلاء الأصوليين في داخل تل أبيب تعداد العائلة الواحدة 19 فرد، بينما العائلة الليبرالية المدنية التي تحدث عنها في المجتمع المدني هي من 3 إلى 4 أفراد. والتطور الديموغرافي يقول إسرائيل ذهب نحو التطرف بشكل أكبر بكثير مما نراه الآن، وليس هناك بالأفق دولة فلسطينية مستقلة بحوار سياسي مع هذه المجموعة الفاشية في تل أبيب. الكون هناك حل، الحل يكون يجب أن يذهب باتجاه الحل الكامل في المنطقة وتكون أخوتنا العرب إلى جانبنا، والحل الشامل تقسيم هذه المنطقة بمعنى كل منا يأخذ حقه. لذلك أن المراهنة على حل دولة فلسطينية قريبة هذا شيء شبه مستحيل في ظل هذا التطور الديموغرافي نحو اليمين كيف إسرائيل، وبنفس الوقت يعني أحزاب فاشية تنمو وتقرر في السياسة الشرق الأوسط، ونحن الحرب لسه ما انتهت. أشكرك. الحرب في غزة ما انتهت، وإن شاء الله ما تنفجر في الشمال حتى ما تكون حرب إقليمية على حساب الشعب. أشكرك جزيلا الشكر. كنت معنا من رام الله الدكتور محمد المصري الخبير في الشؤون الأمنية والاستراتيجية. مشاهدينا، نذكر بعناوين الساعة الأولى من 9:10. صناديق غامضة ورشا شبح مرفأ بيروت يلوح فوق مطارها. بجولة ميدانية وبريد إلكتروني، لبنان الرسمي يهاجم مقال التلغراف حول مطار بيروت. اللبنانيون يردون على حزب الله وتهديد الحرب بالاحتفالات ووسم.
إسرائيل تروج للحسم من واشنطن وتدخل مرحلة قص العشب في غزة. مشاهدينا نعود ونلقاكم في الساعة الثانية من 19:00 ومزيد من الملفات إلى اللقاء. تجدد المعارك بين الجيش والدعم السريع في العاصمة الخرطوم. هذه المعارك متواصلة بوتيرة واحدة، كأن المشهد يتكرر دائما. إلى متى سيبقى الوضع على ما هو عليه؟ في سلاح المهندسين تحديدا، هل في الأيام الماضية كان هناك تعاطي مختلف مع تلك المنطقة غاية في الأهمية بالنسبة للطرفين؟ قوات الدعم السريع تريد أن تصعد من عملياتها العسكرية. كل المناطق التي يسيطر عليها الدعم السريع، الشعب يشعر بالأمان، يشعر بالاستقرار. هنالك انتهاكات كبيرة لحقوق الإنسان، سوق الشعب تعرضت لنهب، يعني بجد الحالة أصبحت صعبة. كيف تقرؤون دعوة مالك عقار الأخيرة؟ الحرب الآن في السودان هي حرب عبثية، كل طرف يسعى للثأر والانتقام من الآخر على حساب المواطن السوداني. الآن وبعد تعثر مفاوضات جدة، ما السيناريوهات إذن القادمة؟ نتيجة الاضطهاد والصراعات والعنف، أكثر من 108 ملايين شخص أجبروا على الفرار من ديارهم في جميع أنحاء العالم. في أكثر من 135 دولة هربوا باحثين عن المأوى، عن الغذاء والرعاية الطبية. فالضحايا بالآلاف والأرقام في تزايد، والحكايات تختزل بين الصمود والبقاء. The solution to this humanitarian tragedy is not humanitarian, it is political. كيف احنا نعيش؟ كيف جاوبونا؟ منذ ولدنا ونحن نصارع الحياة، نترك أشياء من أجل أشياء أخرى. نحاول جاهدين أن ندرك، أن نعرف السر في الوصول إلى غايتنا، من العيش الكريم إلى حروب أو صراعات أو جوع أو مآسم. لطالما كانت الأمنيات صعبة التحقيق، والأحلام تبقى أسيرة الواقع الذي طالما ننتظره أن يتغير. كان يوما طبيعيا أو يبدو كذلك، لا شيء يختلف. انتظار، انشغال وسكون. كانت لحظة تسبق الخبر بقليل، ثم يبدأ حدث يؤثر على حياة الناس. تفاصيل تختلف، قصص تتشابه، ويبقى الإنسان هو محور الحدث. أكثر من 1,100,000,000 شخص يعيش تحت خط الفقر في أكثر من 110 دول حول العالم.
حيث يعانون من نقص في التغذية والتعليم والصحة. ورغم تصاعد التحذيرات من مخاطر ازدياد الفقر واتساع فجوته، ما زال العالم مستمراً في أزماته التي تدفع الملايين إلى الفقر سنوياً. الآن 19 من الحدث. أهلا بكم مشاهدينا إلى الساعة الثانية من 19 وفي عناوينها: الحدث تلقي الضوء على انتهاكات النصرة، عائلات معتقلين يروون معاناة وتعذيب واستغلال. والتاسعة عشرة تسلط الضوء على أداة النصرة لترسيخ سيطرتها وإسكات معارضيها. تحرك إفريقي لجمع البرهان وحميتي وتقدم ترحب باللجنة العليا. أهلا بكم. مع مرور السنوات تبدلت القوى على الأرض، وبقي شيء واحد أمام السوريين: المعاناة. هي واحدة تجمعهم مهما تغيرت ظروفها وأشكالها أو ظروفها وأشكالها. النصرة ما شكلته من حالة تطرف منذ نشأتها إلى سيطرتها على جغرافيا مهمة في الشمال السوري، مارست طرقها لبسط نفوذها وهي التي صنفت إرهابية. الحدث التقت عوائل معتقلين في سجونها يروون مآسيهم ومشاهدوه من تعذيب تعرض لهم أحباؤهم في معتقلات أقل ما توصف بالمحشية. أنا أم لمعتقل من شيء 4 سنوات. أول شيء كان عند النظام معتقل شيء 7 سنوات وشوي، طالعنا حطينا مصاري كتير، يعني حطينا فخر من تحتنا طالعته. أجل هم تم عندي سنة تقريبا، يعني عيد عندي وعيد واحد تقريبا. زوجته 24 يوم هو زوجته اعتقلوا الهيئة. ليش ما بنعرف ليش اعتقلوا، شو التهم ما بنعرف. 4 سنوات سألنا عنه كتير وقليل، ما حد يعطيني جواب خالص، يعني سأل عنه ما يعطيني جواب. زرنا مرة واحدة بعد 3 شهور اعتقاله، يعني وقت اللي زرنا أنا وأخوه من التعذيب وهيك، هوني ما يعني ما اطلع بايدي من التعذيب وهيك. ايه ما بعرف شو دخلكم، ما بعرف. 4 سنوات هلقين ما بعرف عنه شيء خالص. العمليه بشتغل بكساره فستق، نحن بنشتغل بسرمده، جاي هاتف ما بعرف اسم، يعني مو اسمه، يعني مكررين عليه كذا مره. قالوا لي مو اسمي هيكي قايم، قال لا انت اسمك هيكي. قايمين الشغيلي مع لك، نحن فقيرين، روح جيبها لنا ولك من قاسمها. انه شو طالبين منه في حوالي تاخذها وللفقيرين لك وللفقيرين. قايم راح هو وعمه ابو مرته، هو من ما بيعرف يعني شيء بالمناطق خالص، ما بيعرف شيء، يعني طلع من السجن ما بيعرف شيء، يعني اذا اخواته ما اخذوه على محل الفلاني ما يعرف يروح. راح على المكتب هون ما بنعرف عنه شيء من وقتها. المكتب هون يعني هن ما عاد سمعت عنه خبر. بعدين 3 شهور بعد طالب اخوه بزيارته هوني تعذيبه هيك. ايش بدي اقول لك، ما بعرف يعني وقت اللي رحنا زرناه، يعني انا ما يعني طلع بالتعذيب وهيك من كثر التعذيب، يعني معترف اللي عامله وما عامله. ايه هوني يعني سالنا وسال اخوه هيك، يعني هو ما بيعرف شيء،
سألونا حتى على المناطق ما بترفع على المناطق هاي شو اسمها تبعات التركية نقاط التركية وما بيعرف عنها شيء. يعني حتى سألونا على منطقة فيها نقطة تركية قايل لهم المنطقة الفلانية قال له ما في نقطة تركية. يعني هن عارفين إنه ما في منطقة هون تركية إيش اسمها نقطة تركية. هو ما بيعرف ليش نحن ما بنعرف ليش هيك. يعني أخذوا هيك على أساس إنه هيك ما بنعرف. هناك مضروب في تقرير بعد ما راح لأني كده ضربين في تقرير يعني كتير كويس الحمد لله. ما بيطلع المحامي قال لأنه هو عميل للنظام إيه. ورحت لعند شو اسمه رحت لعند محامي قال لهم ما بيتوكلوا محامي. ايش رسالة الام لابنه وقت اللي بدي بعد 4 سنين فقدانه؟ يعني ايش بقول؟ شو انت عندك ولد وفاقده 4 سنين بدك تشوفه؟ ايش هو؟ كنت هناك محرومته 8 سنين تم عيد عندي عيد واحد هوني واخذوا لي اياه بهمي انه عمل النظام. يعني انت تتوقع بعد 7 سنين او 8 سنين حطيت فوقك وتحتك يا هل ترى بيجي لهون عميل للنظام؟ هات لشو مواليد 87 يعني شو 12 سنة هلا قينا يعني حرمين هيك رحنا هيك يعني سودا من عمره بعد 4 سنوات شو بدي؟ شو يعني لقاء الام للولد بعد 4 سنين؟ ما بعرف عنه طيب ميت ما بعرف وين ما ذكرونا نروح وشوف خيو ما خليت محل رحت ما خليت محل ما يعطوني خبر خالص لا طيب ميت ما حد أعطاني خبر. وقت اللي زرنا أول شيء وقت اللي سجل ما بعرف عنه شيء خالص بعد 4 شهور إيه رحنا زرنا أنا وأخوه هون يا قلبي إنه وقت كأنه ما فعلوا يزورونا إياه لحد طاب من التعذيب وهيك لحمه لأنه يعني أنا ما أقدر أطلع بإيدي قدمي كذا التعذيب وهيك يسألوا أخوه أنا ما جيني غير البكية طالع إنه سوي حالي ما شايفته إيديه من اللحم ما فيه اللحم خالص. يعني ما تعرف خيو على اللي عامله ما عالمه من الضرب من كتر الضرب يعني ما مخلين قطعة من جسده إلا مهتريها هاري خيو شفته بعد 4 شهور هون كأنه يعني شوية طيب لحمه أو هيك يعني لام شوية يعني مشان إنه زرناه هوني إنه سألوا أخويا إيش عم يصير معك يا أخي هيك ليش هيك؟ قال والله ما أعرف مثل ما يعني هيك هل ليش شلون ما بنعرف. أخذوني هيك وراحوا عذبونا وسألوني وعذبوني وقررت على اللي عملته وما عملته ومع أنه هي أقل ما عمل شيء. يعني شو بعد 8 سنين هيك أبقل لك يعني أنه إذا ما أخذوا أخواته على محل الشغل ما يعرف يطلع. أي خلوا أخوه قالوا يا أخي يعني اعترفت على نقاط التركية أنا ما بعرفها وين يعني وقت اللي طالع من السجن في نقطة تركية عند بمورك وبس بعدها بقش وين ما بيعرف عنا خالص تعذبنا كتير لحتى ورحت لعنده ما فعلي واجهني على أساس يعني روح واجه بس ليش إيشو حكموا هيكي إيشو اللي عنده ليش لحتى إيشو الغاية اللي عنده لعند ابني لحتى حكموا الحكم هذا ما بعرف إيشو حكموا ما بعرف الله لا يسامحون بعد 8 سنين عند النظام هنيكي تعذيبه وهيكي يجي لهون ياخذوه 4 سنين على شو؟ ايش التهمي؟ ايش التهمي اللي ارتكبها بس؟ طالعت ما خليت شغلي انا واخواته لما ينالوا حطينا 12,000 دولار لحد طالعته ونصبوا علينا يعني ميعاد النصب هاي هنيكي يعني دقنا الامرين لحد طالعته من هنيكي واجا لهون جبت لهوني كمان على الطريقات والطرقات وهيكي هوني كمان بعد ما طلع عنا بالضيعة كمان شو اسمه انضرب تم عندي هون 3 شهور قاعد بالفرشي ما في عن طاب وراح الشغل اجوا هالمكالمة اخذوا الهيئة هاي هي المكالمة اللي خربت بيتنا و4 سنين يعني اذا بدي يعني شوفوا ما بعرف يعني ما بعرف بعد 4 سنين شو انت غاب عنك ابنك ما بدي اقول لك 4 سنين 3 ايام او 4 ايام انا بدي اقول لابو محمد الجولاني اذا ابنه غاب عنه 5 ايام خيو 3 ايام يا هل ترى شو بصير بحواله امه او ابو عندي نظام من كتر كمان ضربه هيك معترف عنده دبابات عنده طيران يعني شغلي
يعني من كثر التعذيب بدي ترفع على كل شيء، على الدبابات عنده يعني اخر شيء عنده طيران هون وقت ذاك قال هون انه خلص هذا خالص شيلوه. يعني هون يعني هون صار عنده شوي يعني عن جد وقت لك اوقات يضيع، اوقات يضيع شوي يعني من كثر التعذيب هيك. هون كمان من كثر التعذيب هون بقول لنا ترى مهبول يعني ابنكم، ابنكم مهبول ما كده يعني بيجيني رسائل او هيك انه مهبول ابنكم، ناس بتقول لي ما قتل، ناس بتقول لي ما بعرف يعني ما بعرف ايش مصيره وما بعرف. عندي وين اولاد شهداء اثنين استشهدوا، بوي عندي كان مع الواحد وخمسين، اجا فاعل خيرة بعت له 1000 حصة غذائية، قال له بعت لك يا وزبك توزع على الفقراء، قال له ماشي. وقت اللي جابه أخه هون قبل ما جابه أخه موافقة من الجبهة ومن الأحرار ومن الفيلق ومن الكل، إنه بجيبه اللي ما بجيبه، قال له جيبه. هو جابه اجا جماعة أمنية المعرة قالوا له بدنا 900 منه، قال له 900 لايش؟ ايش بيبقى؟ قال له بيبقى بي، ايش بدك تسوي فيه؟ يعني معناها تسرقه. قال له 900 ما بس بعطي انا، ايش عنكم عجز فقراء خيو مصابين من الواحد لل 200 انا مستعد امن لهم اياهم سيارتي. قالوا لي يا بتعطينا 900 بتعرف مصيرك؟ قال والله 900 ما بعطي. هددوا وقتها ما مش الحال، قام راح جاب سيارات ووزعها بشرع الله لكل شيء فقير، اجوا ليصادروا وما لقوه. قام التقموا هون اتصلوا فيه قالوا له قالوا ما بحسين بحسين ما بس اتصلوا فيه 16 مرة 16 مرة اتصل فيه كان في المعرة مستلم الأمنية. بعدين في الأخير قالوا نازل جيب سندويش لأولاد أخوتي اليتامى. قالوا مني؟ قالوا مطعم كذا. جاب السندويش وطلع بطلعته في محل مقطوع هون محل ما بدي عدي منه، كان الكمين موجود ومن 7 سنين لهلا وين أنا بداعي وبروح وبيجي على عنا وما عنا. وطلع كذا صار سجين من عنده لك هاي الشواهد ايه ما حد عبر الدالي لهلا. وبعتوا لي شخص كمان منهم امني اسمه قال لي هات 7000 لطلع لك ابنك. اخذ 7000 ودار حاله وضل ماشي. رحنا عليهم قلنا هذا اخذ 7000 هيك، قال لي بنعرفه بنجيب لك اياهم ولهلا كمان. ما خليت محل ما خليت امير وما حدا عم يفيدني. يعني قال لما وصلت للداخلية وصلت الكل على عنا وما وعنا لك. طيب هاي الشواهد وما عم يعترفوا بشي. آخر شيء من شيء 7-8 أيام مضي منطقة قطمي اعترف أنه هن اللي شالوه واللي شالوه يعني كان مدير المنطقة تبع قطمي ورئيس المحكمة تبع سرملة رئيس المحاكم ما بعرف اعترف أنه عندهم. طيب ليش أنا ما بفرجوني ابني؟ ليش ما بحاكمه؟ ليش ما بقولوا ايش جرمه؟ وابني كان من اول السوار هو اخوته استشهدوا وهو ضل. ونحن قدمنا 17 شهيد لهلا اخوتي ولاد اخوتي بس من عدا نسباتي مع هذول بس 17 شهيد. اخوتي ستي ذبحوا اليوم ذبح ولا طلقة ضربون كم شو النظام ولا مين بيعرف تحكي ما عم نعرف. ما خلينا واحد اللي رحنا له. آخر شيء في الداخلي قالوا ابنك ما دخل سجون الجبهة. قلت شو ما دخل؟ هي فلان شاهد وفلان شاهد والشرعي اللي كان عم يفوض عليه أثناء المفاوضات كان عم يفوضوا على ابني. في الشرعي وفي القاضي وفي كان عم يفوضوا عليه. طيب شلون مو عندكم؟ قالوا قال لنا رجع بالملفات القديمة. كل ما بروح بشطوني موطوني وأنا زلمي مثل ما بشاف رجال كبير. يعني لا خرج اطلع ولا خرج فوت. مشاهدينا نفتح النقاش مع ضيفي من مدينة بونا الألمانية، ينضم إلينا عمر أبو ليلى رئيس شبكة دير الزور 24. أهلا وسهلا بك سيد عمر معنا. إذن اعتقال، تعذيب، ابتزاز، عائلات لا تعرف مصير أولادها، لماذا تقدم جبهة النصرة على ممارسات مماثلة دون توجيه تهمة بعينها؟ شكرا على الاستضافة. حينما نتكلم على فصيل جبهة النصرة نحن نتكلم على فصيل استنسخ نسخة من نظام الأسد بطريقة حكم منطقة جغرافية يسيطر عليها
من خلال الاستقواء على المدنيين وتلفيق التهم المغلفة جاهزة حينما يعتقل هؤلاء الأبرياء. أنا استمعت لكلا الشاهدين أو ذوي المعتقلين، يعني لست متفاجئا من هذه الانتهاكات التي يقوم بها تنظيم جبهة النصرة. قبل الدخول بملف المعتقلين، إذا ما المرحلة التي سيطر بها هذا التنظيم على منطقة إدلب، محافظة إدلب والمناطق الأخرى المحيطة بها، بدأت بالقضاء على كافة الفصائل العسكرية التي كانت هي من أبناء المنطقة. هدف القضاء على هذه الفصائل هو لكي لا يصبح لهذا الفصيل ند وخصم في المنطقة ويبسط نفوذه بالكامل حتى على المدنيين في حال ارتكب انتهاكات، كما وثقتم أنتم في تقريركم الذي عرضتموه منذ دقائق. هذا أحد النقاط التي وضعتها جبهة النصرة منذ البداية، بأن تذهب بهذا النهج السيطرة الكلية جغرافيا، وأيضا كتم الأصوات. في مقابلة سابقة كنت موجودا معكم، تحدثنا على موضوع المظاهرات، أيضا كيف تتعامل جبهة النصرة مع المتظاهرين السنيين. سيد عمر، يعني ما استمعنا إليه منذ قليل هو عينة من بين ربما أرقام عديدة. أنت أدرى، ربما لديك قصص، ما لديك أرقام معينة، إحصائيات لعدد المعتقلين هناك؟ الأرقام لا يمكن لأحد أن يوثقها بالشكل الصحيح أكثر من المنظمات الحقوقية. نتكلم بالطبع عن الآلاف من أبناء إدلب وأرياف حلب التي تقع تحت سيطرة تنظيم جبهة النصرة، هم في سجون الهيئة أو تنظيم النصرة، وهناك المئات ربما الآلاف منهم مغيبين، لا يعرف مصيرهم، هل هم أحياء أم قتلوا جراء التعذيب. لأنه حتى في القصتين التي وثقتموهم في التقرير، تحدث ذوي المعتقلين أن أثار التعذيب وحتى صعوبة الوصول أو الحصول على أي خبر فيما يتعلق بمصير أبنائهم في سجون التنظيم، أو كيف يلعب التنظيم لعبة تضييع ذوي المعتقل من خلال عدم دلالته على مكان اعتقال ابنهم أو ذويهم. النسخة هي تماما كما نظام الأسد. النقطة الأخرى التي من الضروري التركيز عليه هي موضوع الابتزاز المالي، هي نسخة طبق الأصل عما يجري في سجون نظام الأسد، تعمل عليها جبهة النصرة في المناطق التي تسيطر عليها. نتكلم عن الآلاف من المغيبين. في التغطية التي قمتم التي غطيتموها العربية الحدث في الأسابيع الماضية فيما يتعلق بالمظاهرات، أيضا واحدة من مطالب المتظاهرين في إدلب كانت الكشف عن مصير الآلاف من أبناء المنطقة ممن يتواجدون في سجون التنظيم. طيب ولا سيد عمر، ربما اللافت أيضا في المقابلات التي عرضناها، يعني هذه والدة الطفل المعتقل قالت بأنهم لم يسمحوا لها بتعيين محام لابنها. لو نتحدثنا عن هيكلية جبهة النصرة داخل هذه الأراضي في شمال غرب سوريا، هل هناك قضاء؟ هل هناك مؤسسات؟ كيف يمكن يعني رصد هذه الهيكلية؟ مع جزيل الاحترام لك وللسادة المشاهدين، ساذج جدا من يعتقد أن تنظيم جبهة النصر المنبثق عن القاعدة أنه يفعل ما يقول. الكثير من الإعلانات، الكثير من الترويج أن التنظيم بدأ بحلة جديدة منذ سنوات وتحت رعاية تركية، هي لا تنطلي على السوريين. حتى موضوع الجامعات، موضوع أن الحياة راغدة وآمنة والآخرة، كل هذه يعني السوريون يعرفونها عن قرب. فيما يتعلق بنقطة القضاء، كما ذكرت ذوي والدة أحد المعتقلين في التقرير الذي عرضتموه، بديهي جدا أن النصرة حينما تريد أن تعيق وصول الأهالي لأبنائهم المعتقلين سوف تجد الاتهامات المغلفة، كنظام الأسد حينما يلقي التهمة على شخص أنه تابع لإسرائيل أو أنه جاسوس لإسرائيل، تهمة مغلفة جاهزة قبل أن يدخل حتى إلى السجن. فبالمثل جبهة النصرة حينما تحاول منع ذوي المعتقل أن يسألوا عنه، هناك تهم جاهزة أنه لا يمكن لك أن توكلي محامي نيابة عنه لأنه تابع لنظام الأسد وبالرغم. طيب الحديثون عن إسكات الأصوات، ولكن ماذا عن المظاهرات والاحتجاجات؟ يعني أصبحت هذه الأصوات علنية اليوم.
طبيعي جدا، كثرة الضغط تولد الانفجار. اليوم هذه المظاهرات التي خرجت وتخرج في مناطق مختلفة من تواجد أو سيطرة جبهة النصرة في شمال غرب سوريا هي بسبب الانتهاكات وتكرار الانتهاكات وحجم الانتهاكات في إدلب أو في أرياف حلب. هؤلاء الناس لا يمكن لهم أن يصمتوا لفترة طويلة فيما يتعلق بهذه الانتهاكات. هم يطالبون بأبنائهم ويطالبون بحقوق شرعية فيما يتعلق بحياتهم وبكرامتهم. اليوم هذه الانتهاكات زادت عن حدها، أصبح الناس يقارنون هذه الانتهاكات التي تقوم بها جبهة النصرة كما يقوم نظام الأسد وباقي الفصائل المتطرفة الموجودة في المنطقة. نقطة في غاية الأهمية، واحدة من الأمور التي تزيد حجم الانتهاكات في هذا التنظيم هو وجود المقاتلين الأجانب من الجنسيات الأجنبية أو غير العربية أو غيرها. هم من يمارسون ويزيدون انتهاكات بحق أبناء المنطقة سواء في إدلب أو في أرياف حلب. أشكرك جزيل الشكر، كنت معنا من مدينة بونا الألمانية، عمر أبو ليلى رئيس شبكة دير الزور 24. من التعذيب والاعتقالات والإخفاء القسري إلى قمع الاحتجاجات وكم الأفواه المعارضة، هكذا تقبض هيئة تحرير الشام جبهة النصرة سابقا على زمام الأمور في آخر معاقل الفصائل المسلحة. فمنذ سيطرتها على مناطق واسعة في شمال غرب سوريا والتحكم بمصير 3 ملايين شخص، رسخت النصرة المصنفة وقائدها أبو محمد الجولاني أمريكيا على قوائم الإرهاب، رسخت سيطرتها على عبر إسكات المعارضين وبتهم قال ناشطون إنها جاهزة دائما العمالة للخارج والتواصل مع جهات خارجية، وهو ما أدى لاندلاع احتجاجات جابت شوارع إدلب لأول مرة 27 من فبراير الماضي على خلفية مقتل أحد المعتقلين، لتتوسع المطالبات بإسقاط الجولاني وتبييض السجون والكشف عن مصير مفقودين كانت الهيئة قد اعتقلتهم، بالإضافة للمطالبة بكسر احتكار الهيئة للمشهد الاقتصادي والسياسي والأمني، الأمر الذي دعا الهيئة لتنفيذ حملة اعتقالات واسعة وتغييب ضد ناشطين معارضين لها، نفذها ما يدعى فرع أمن العقاب والذي وصفه السكان بأنه الأكثر رعبا في إدلب وريفها، والذي يشكل المتطرفون الأجانب غالبية عناصره بالإضافة لمقاتلين سوريين في صفوف النصرة. كما عمدت الهيئة إلى التحقيق مع المعتقلين في سجون صغيرة وتحويلهم لمحاكم تتبع مباشرة لمحاكم جبهة النصرة الشرعية قبل أن يتم تغييبهم في سجون بعضها في سجون بعضها سرية وتتخطى طاقتها الاستيعابية أكثر من 300 شخص. ويأتي ذلك في الوقت الذي وجهت منظمات دولية ولجنة تقصي حقائق تابعة للأمم المتحدة اتهامات للنصرة بارتكاب انتهاكات وجرائم حرب بحق المدنيين والناشطين. من باريس باسم سالم، محام ومستشار قانوني، أهلا وسهلا بك سيد باسم معنا في 19. نتحدث عن النصرة كجزء من نهج التطرف وهذا التعامل مع الأصوات المعارضة. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا معي، بس تعيدي السؤال عفوا. ما نعم سيد باسم، كنا عرضنا في هذا التقرير عن يعني السلوكات والانتهاكات التي تقوم بها جبهة النصرة في حق المعتقلين والتي يعني عادة تتهمهم بتهم جاهزة. لو نتحدث سيد باسم هنا عن نهج التطرف لدى جبهة النصرة والممارسات ضد المعتقلين.
أنا معك تماما، بس لنفترض أن جبهة النصرة هي ليست يعني ليست هي كيان قائم على الأرض معترف فيه دوليا أو يخضع لاتفاقيات دولية بما يخص السجون والمعتقلات وغيرها من الأمور. هي منظمة إرهابية على لوائح العديد من الدول والمنظمات الدولية، فبالتالي وجودها على الأرض في هذا المكان بالتحديد هو مسؤولية الدول الراعية لها. إحنا لما بنقول الدول الراعية لها بدون تحديد هي الدول التي تسمح بتبييض الأموال وغسل الأموال وتمويل هذه المنظمات والسماح لهم بإقامة هذه المعتقلات. يعني التقارير الدولية وتقارير المركز السوري لحقوق الإنسان بيقولوا في 18 سجن لهيئة تحرير الشام أو ما يسمى بجبهة النصرة على بقعة أرض لا تتجاوز 100 كيلومتر مربع. فبالتالي لنتخيل يعني معا أنه عدد المعتقلين في هذه السجون هي عبارة لتوجيه التهم لهؤلاء، هي الاستبزاز، هي لتحصيل الأموال منهم. تركيا نفسها من قبل أسبوع فعلا ألقت قبض على هو صراف، يعتبر هو صراف سوري يقوم بتبييض الأموال لجبهة النصرة وتحرير الشام، مسكت معه في المكتب صغير 570 مليون دولار. نحن نتخيل كم الأموال التي تم ضخها من خلال هذه التنظيمات الإرهابية الموجودة على الأرض. فبالتالي الحديث عن هذه المعتقلات إذا كانت ضمن المقاييس العالمية أو تقارير حقوق الإنسان أكيد هو هرطقة، يعني هو هرطقة قانونية وهرطقة سياسية في بعض الأحيان. يجب أن يتوجه الخطاب إلى المسؤول عن هذه التنظيمات الذي يسمح التي تقوم بنشاطات على هذه الأرض، لأنه أنا كقانوني أو كمثلا كمحامي أنه أخضع على حسب القانون الدولي أكيد هذا ضرب من الخيال. مستحيل أن أتعامل مع منظمة إرهابية وأفرض عليها أن تقوم أو تقيم معايير التي هي ضمن الاتفاقات الدولية بما يخص المعتقلات السياسية بما يخص السجون الموجودة على الأرض. طيب لكن يعني بغض النظر طبعا نأخذ ما أتيت به في هذه المداخلة بعين الاعتبار، ولكن في الأخير هو تنظيم يعني مدعوم من تركيا، وبالتالي برأيك لماذا لم ينجح كتقديم نفسه سلطة مدنية حتى بعد تغيير اسمه من جبهة النصرة إلى جبهة تحرير الشام؟ سيدتي جبهة تحرير النصرة لأنه نحن نعرف تماما هي إلى امتداد إلى تنظيم القاعدة، فبالتالي تنظيم القاعدة هو على لوائح كثير من الدول، فبالتالي سيكون هناك إحراج لتركيا في دعمه إذا كان هو يتبع لتنظيم القاعدة، وتركيا نفسها تصنف القاعدة على أنها منظمة إرهابية. فبالتالي هي كانت مجرد هي لعبة قام بها الأتراك مع هيئة تحرير الشام بما يسمى تحرير الشام، ولمنح امتداد كونه أنه هو سيقوم بتحرير الشام من النظام السوري وغيره من ما يتكيف فيه، لكن أن حمل المسؤولية أيضا للبيئة الحاضنة له. يعني ما فينا ننكر أن البيئة الحاضنة له كانت هي مع مناصرة كل ما هو إسلامي وكل ما هو يدعى إلى دولة الخلافة وغيرها من هذه الأمور. الآن نفسه هو جبهة النصرة يجرم ويوجد في المعتقلات كل من يدعم فكر داعش، وكل من بنفس الوقت نجد العلماني مع من يدعم فكر داعش، مع هو يدعم النظام السوري وعناصر من النظام السوري ضمن هذه المعتقلات. فبالتالي أنا بقول بمعنى هو لا يتبع نهج أو سياسي أو دين أو شريعة، هو يتبع مصلحة الدولة، يتبع الأجندة السياسية تقوم على الأرض، تقوم بمطالبة بها من قبل تركيا، دول أخرى غير تركيا ممكن أن تكون لاعبة على الأرض، لكن بالتالي هو ليس له أي مصداقية أمام الناس. لكن أكرر أنا أحمل مسؤولية للبيئة الحاضنة له في بادئ الأمر، لأنه هي كانت وموافقة 100% أن تكون هناك دولة إسلامية أو دولة تقوم على مبدأ الشريعة الإسلامية. طيب هناك مظاهرات متكررة منذ فبراير تنادي بإسقاط الجولاني، ومعها أيضا تتضاعف عمليات الاعتقال، وبالتالي سيد باسم كيف يمكن مد يد العون لهؤلاء؟ أنت تحدثت بأنه ربما قد يكون ذلك صعبا بحكم أن يجب محاسبة المسؤول عن ذلك، ولكن ما الخطوات الأولى؟ ما اللبنات الأساسية التي يمكن البناء عليها؟ الخطوات الأولية كقانوني أنا يجب فرض عقوبات على النظام التركي في كل حركة بنكية وبكل مستثمر وبكل رجل أعمال يقوم بتمييض الأموال على الأراضي التركية يدعم هيكل تحرير الشام.
وأن يقوم هذا المجتمع الدولي. لكن للأسف بما نجده الآن من أزمات موجودة في العالم، آخر هم المنظمات وآخر هم الحكومات في المجتمع الغربي الآن ما يحصل في شمال سوريا أو ما يحصل في سوريا على وجه عام، فما بالك على وجه خاص في بقعة أرض تتجاوز 100 كيلومتر، في منظمة إرهابية تكاد تعمل على الأرض تخدم أجندات ممكن تكون غربية، يعني مو بس أنه تكون تركية، أنا لا أوجه بس أصابع الاتهام إلى تركيا، ممكن أن تكون فعلا أجندة غربية على الأرض لإعطاء مصداقية أكثر لقوة أخرى على موجودة كمان مع غير هيئة تحرير الشام. فبالتالي أنا يجب أن نتصرف بتجميد، يعني هو الراعي هو هذا التنظيم هو يمول، فبالتالي كلما اتجهنا إلى تجميد تلك الأموال التي ترعى هذا الإرهاب الموجود على الأرض كلما ضاقت به السبل وترك المنطقة وبالتحديد قدرت الأهالي أنه فعلا تقوم عليه، لأنه هو فعلا عم بمول مرتزقة، عم بدفع على أون رواتب، عم بمولهم بأسلحة بذخيرة، كل هذه تحتاج إلى أموال. لكن أنا أقول أن تقوم منظمات دولية أن تتدخل كذا، أكيد لا، أكيد ولن يكون هذا هو الحل إلا إذا كان بإرادة سياسية فعلا من النظام التركي ومن الحكومة التركية بإيقاف هذا التمويل وب تصفيته، أو مثلا تغليب فيلق على فيلق، لأنه نحن غير هيئة تحرير الشام هناك فيلق أخرى على الأرض تدعم تركيا وهي نقول أقرب إلى العلمانية منها، أقرب إلى الأسلمة، ولكن هي نفس العملة، يعني هي وجهان لعملة واحدة مثل ما منقول. فيوما ما ستكتشف تركيا بإما بناء على ضغوطات غربية أو ضغوطات دولية أو لا لمصلحتها السياسية أن تختلف مع هذه الأجندة الإسلامية، أكيد تركيا سوف تتخلص منه، ولكن بما أنه يقوم الآن بدوره على الأرض فهو سوف يبقى وسوف يسيطر على الأهالي وسوف تبقى هذه المعتقلات وسنسمع إلى ما لا نهاية من قصص. نعم، أشكرك جزيل الشكر، كنت معنا من باريس باسم سالم محام ومستشار قانوني. رحبت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية تقدم بخطوة الاتحاد الإفريقي التي تهدف إلى جمع قادة الجيش السوداني وقوات الدعم السريع على طاولة المفاوضات. وأشادت التنسيقية في بيان بخطوة الاتحاد الإفريقي لإنشاء آلية رئاسية رفيعة المستوى بهدف ترتيب اجتماع بين قيادة الجيش والدعم السريع. كما اعتبرت مخرجات اجتماع مجلس الأمن والسلم نقلة نوعية في درجة استجابة قادة القارة الإفريقية لكارثة الحرب السودانية. هذا وأيد بيان التنسيقية دعوة المجلس لوقف النار في السودان وإدانة جميع الانتهاكات بحق المدنيين، محذرا من حرب ذات أبعاد إثنية أو جهوية. وكان مجلس الأمن والسلم التابع للاتحاد الأفريقي قام باتخاذ مجموعة من القرارات شملت عقد قمة طارئة وتشكيل لجنة رئاسية لجمع طرفي الحرب على طاولة التفاوض. وشدد الاتحاد الإفريقي على ضرورة وقف إطلاق النار بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع دون قيد أو شرط. كما دعا البرهان وحميتي إلى الاجتماع لبحث وقف الحرب تحت رعاية الاتحاد والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية إيجاد، وقرر تشكيل لجنة رئاسية يقودها الرئيس الأوغندي يوري موسفيني لتسهيل اللقاءات المباشرة بين طرفين. وأعرب بيان الاتحاد كذلك عن القلق البالغ إزاء الوضع الإنساني الكارثي غير المسبوق والقتل العشوائي للمدنيين، وأدان استمرار الحرب في السودان والانتهاكات المصاحبة لها، محذرا من التداعيات العرقية والطائفية الخطيرة المحتملة للصراع. مشاهدينا معنا من القاهرة مصباح أحمد رئيس دائرة الإعلام في حزب الأمة القومي عضو تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية تقدم، أهلا وسهلا بك معنا سيد مصباح في 19. ما فرصة دعوة الاتحاد الإفريقي للم الشمل لقاء بين حميتي والبرهان، ويعني هل هناك مؤشرات إيجابية حتى ترحب تنسيقية تقدم بهذه الدعوة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، التحية لكم والتحية للمشاهدين. بلا شك أن هذه الخطوة التي اتخذها الاتحاد الأفريقي في اجتماع مجلس السلم والأمن الأخير هي خطوة مهمة للغاية، يمكن أن تساهم بصورة كبيرة في حال نجاح هذه المبادرة في جمع غادة طرفي الحرب
في طاولة التفاوض، سيؤدي ذلك إلى ردم الهوة بين الطرفين، ويمكن أن يساهم بصورة أساسية في إنجاح التفاوض الذي يمكن أن ينطلق في منبر جدة بعد ذلك. وأعتقد أن هذه الخطوة تأخرت كثيرا بعد التحديات التي واجهتها، والمبادرة معلوم أنها انطلقت من قبل من الإيجاد ولكنها لم تنجح. الآن هنالك فرصة في أن يقوم الاتحاد الأفريقي بدور مهم عبر الآلية الرفيعة التي تم تشكيلها، ويجمع الطرفين على طاولة التفاوض، خاصة بعد أن استنفذت الحرب أغراضها وأصبحت يعني فشلت في تحقيق أي هدف من أهدافها، و أصبح الوضع في السودان لا يطاق وبلغ مبلغا لا يمكن أن تستمر فيه الحرب. وبالتالي كل هذه العوامل والدوافع يمكن أن تحقق يعني نتيجة إيجابية إذا انعقد هذا اللقاء. ومن هذا المنطلق نحن رحبنا ودعمنا هذه المبادرة، ونعتقد أنها يعني تسير في الاتجاه الصحيح الذي يمكن أن. لكن سيد مصباح، أنت تعلم ربما موقف الجيش في السودان والحكومة هو واضح، يقول بأنه لا تدخل خارجي في شؤوننا، وتحديدا كان هناك أيضا تعليق حتى مبادرات إيجاد. وبالتالي هل هذه الخطوة يمكن أن تؤسس فعليا إلى لقاء وإقناع للطرفين للامتثال لطاولة الحوار، أم أنه فقط هي تسجيل حضور؟ المبادرة ليست تدخل في الشأن السوداني، على العكس تماما، هي محاولة لمساعدة السودانيين للوصول إلى تفاهم لوقف إطلاق النار. والملف السوداني كله الآن موجود في الداخل، ومنذ البداية يعني انتقل عبر منبر جدة في محطات مختلفة وفي المنامة، ومن بعد ناقشته دول الجوار، ثم مؤخرا الجامعة العربية أيضا يعني أطلقت نداءات. وهنالك المبادرات المطروحة الآن جميعها مبادرات دولية لا يمكن أن ترفضها لمجرد أنها تنطلق من أطراف دولية، لكنها متهمة بأنها غير محايدة. نحن في محيط أفريقي متأثر بهذه الحرب. السودان دولة عضو في الاتحاد الأفريقي، وبالتالي الحرب تؤثر على جيران الأفريقية في المحيط الأفريقي، وكذلك أيضا الحرب لها تأثيرات كبيرة على كل المجتمع الدولي وعلى الأمن الإقليمي. وبالتالي من حق الاتحاد الأفريقي أن يقدم مبادرات وأن يبذل جهود. وأعتقد أن ليس هنالك مبرر لرفض المبادرة على الإطلاق، يمكن أن يكون هنالك نقاشات وحوارات مع الاتحاد الأفريقي حول آلية وكيفية إدارة هذا الحوار، ولكن في النهاية لابد أن يكون هنالك حوار يؤدي إلى إنهاء هذه الحرب بأي شكل من الأشكال، سواء كان ذلك عبر الاتحاد الأفريقي أو عبر مبادرة جدة المدعومة من كل الأطراف الدولية والمحلية. وأعتقد في هذا الإطار ليس هنالك مبرر لرفض المبادرة، على العكس تماما، المبادرة تسير في اتجاه الصحيح. طيب هل هي الاتحاد الأفريقي وليست الإيجاد التي يختلف مع حكومة بورسودان؟ نعم. هل هناك أدوات مؤثرة لدى الاتحاد الأفريقي لإقناع الطرفين؟ نعم، الاتحاد الأفريقي يضم دول كثيرة مؤثرة، هي دعمت أيضا بيان الاتحاد الأفريقي، ونعتقد أنها يمكن أن تؤثر على الأطراف المتصارعة في السودان، ولديها تأثير مؤكد. وكذلك أيضا نحن نعتقد أن الحل عبر الاتحاد الأفريقي هو الأجدى والأفضل للقضية، خاصة إذا كان الاتحاد الأفريقي قام بهذا الدور بصورة يعني فيها توازن ما بين الطرفين وقبلها الطرفين في هذا اللقاء، يمكن أن تسهل كثيرا في إنجاح أو تمهد الطريق لإنجاح جولة المفاوضات التي يمكن أن تنطلق في جدة بعد ذلك، ويمكن أن تؤدي إلى وقف لإطلاق النار. ولكن أعتقد أن الإرادة الدولية والإقليمية والمحلية أصبحت موحدة تجاه ضرورة أن ينعقد لقاء ليجسر الهوة بين الطرفين، وأن يصل بكل الأطراف إلى يعني خلاصات تنهي هذه الحرب وترفع المعاناة على الشعب السوداني. طيب سيد مصباح، يعني من بين أيضا ما دعت إليها المبادرة هو لجنة رصد الجهات المتورطة في عمليات التهريب العسكري للطرفين، ما إمكانية تحقيق ذلك وبأن تلقى فعليا هذه اللجنة طريقها في الوقت الذي يعني تتهم فيه دول من الاتحاد الأفريقي بتمرير أسلحة إلى الدعم السريع مثلا كأوغندا وغيرها؟ مؤكد أن التأثير على الحرب الداخلية يعني إذا استمرت
سيكون له تأثير، لأنه الحرب تمددت بشكل كبير جدا وأصبحت لديها أبعاد، بعد أن كانت بين طرفين الآن لديها أبعاد دولية ولديها تأثيرات خارجية، وبالتالي التدخل الخارجي سيضر بالقضية السودانية ويضر بالشأن السوداني، وإيقاف هذا التدخل يجب أن يكون عبر إنهاء الحرب في السودان، ويكون عبر التوافق السوداني الذي يمكن أن يفضي إلى نتائج لحلول جذرية للأزمة السودانية بعيدا عن التدخل الخارجي السالب. التدخل الخارجي الإيجابي في إطار دعم الشعب السوداني إنسانيا ودعمه في القضايا فيما بعد الحرب، قضايا الإعمار وغيرها، هذا مرحب به ومطلوب، ولكن المؤكد التدخل السالب في هذه الحرب لدعم أي طرف من الأطراف سيكون يعني تأثيره كبير، وسيؤدي إلى يعني طالة أمد الحرب، وهو أمر نرفضه وترفضه كل الأطراف السودانية، ويجب أن يتوقف بتوقف هذه الحرب. لذلك يجب أن تنصب الجهود في إيقاف الحرب. إذا وقفت هذه الحرب لن يكون هنالك مبرر لأي تدخل من أي طرف من الأطراف، وسيستطيع السودانيون بأن يحلوا مشاكلهم عبر الحوار السوداني الذي يضع الحلول الجذرية للأزمة السودانية، ويؤسس لانتقال جديد فيه توافق وفيه مطلوبات حلول للقضايا العالقة بين كل الأطراف في السودان. أشكرك جزيل الشكر، كنت معنا من القاهرة. مصباح أحمد، رئيس دائرة الإعلام في حزب الأمة القومي، عضو تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية تقدم. التاسعة عشرة مستمرة وفيها أيضا. إسرائيل تتجه لقص العشب في غزة. الآن تتقدم قوات الجيش الإسرائيلي وآلياته. مية يكفي كل النازحين، مفيش أكل يكفي كل النازحين، مفيش الناس بتمشي فوق بعض. أقدمت قوات الجيش الإسرائيلي على إحراق عدد من مراكز الإيواء في منطقة شرق جباليا. إحنا تعبنا من تنقلنا من مكان لمكان. وين العدل؟ وين الدين؟ وين الضمير؟ بقصف كل المصابين أطفال، نساء، كبار في السن. لا نريد منكم مساعدات، نريد الضغط على الاحتلال بوقف عدوانه وقتل أطفالنا ونسائنا. مش عارفين وين نروح احنا. الآن تحرق هذه المدارس ومراكز الإيواء. ما رضينا نطلع احنا. مش عارفين ايش نعمل، يا علي دخيل الله موقف الحرب، يعني اوقفوها، تعبنا والله تعبنا. أهلا بكم مشاهدينا مجددا. وفي أول حديث لقناة إسرائيلية منذ 7 أكتوبر، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن مرحلة القتال القوي في قطاع غزة ستنتهي قريبا، وننتقل إلى مرحلة قص العشب، مشيرا أن الجيش الإسرائيلي لن يوقف الحرب في غزة قبل القضاء على حماس، مضيفا أن إسرائيل تريد تشكيل إدارة مدنية في غزة من قبل فلسطينيين محليين هناك، وأن الاستيطان في القطاع ليس واقعيا، واعتبر أنه إن كان هناك اتفاق بشأن الجبهة الشمالية مع لبنان فسيكون وفق شروط إسرائيل.
تصاعد وتيرة الاستهدافات على مدينة غزة، قبل قليل أقدمت قوات الجيش الإسرائيلي باستهداف بوابة تابع لمقر وكالة الغوث الأنور، وهذا هذا المكان الذي يحتوي على المواد التموينية التي يتم توزيعها على السكان من خلال المساعدات التي تأتي من منطقة زكيم، لكن هذا الاستهداف خلف عددا من الضحايا والإصابات في هذه المنطقة. حتى هذه اللحظة تحاول الطواقم الطبية انتشال من تحت أنقاض هذه البوابة، وهنا نشاهد الطواقم تنتشل أحد الأطفال من داخل هذا المكان. عدد من الضحايا والإصابات سقطوا جراء هذا الاستهداف في هذه المنطقة، لا يعلم حتى اللحظة ما هي أو سبب هذا الاستهداف لهذه البوابة وهذا المركز للإيواء ولتخزين المواد التموينية التي تم توزيعها على السكان في منطقة مدينة غزة. هذا المكان كان يأوي في السابق نازحين وتم استهدافه واجتياحه من قبل الجيش الإسرائيلي وإحراقه بشكل كامل، وعادت هنا اللجان الشعبية وطواقم اللجان المحلية باستخدام مقر هذا الوكالة هذا وتخزين المواد التموينية من أجل توزيعها على السكان في ظل حالة الجوع التي يعاني منها مناطق شمال قطاع غزة وعدم وصول أي مساعدات كافية للسكان في هذه المنطقة. هنا في هذا المكان بالتحديد يتواجد أشخاص تحت أنقاض هذا المكان، وحتى هذه اللحظة تحاول الطواقم انتشال الأشخاص، ولكن ضعف الإمكانيات لدى طواقم الدفاع المدني تحول دون وصولهم إلى كافة الاستهدافات التي تحصل في منطقة مدينة غزة، خاصة مع تصاعد وتيرة الاستهدافات في المدينة هنا بشكل يومي وبشكل دوري. ما زال الجيش الإسرائيلي يستهدف كافة مقرات الوكالة الغوث الأنروا في محاولة لتحييد هذه المقرات عن توصيل واستخدامها لتوصيل المساعدات الإنسانية لسكان مناطق شمال قطاع غزة في ظل المجاعة التي يعيشونها والواقع الصعب في مناطق شمال قطاع غزة. عبد القادر صباح من مدينة غزة لقناتي العربية والحدث. بالوقت الذي تزداد فيه احتمالية نشوب حرب شاملة بين إسرائيل وحزب الله في لبنان، يستمر أهل العاصمة اللبنانية بيروت بمتابعة حياتهم ونشاطاتهم بين شوارعها غير آبهين باقتراب حرب قد تغير واقعهم إلى آخر أكثر قتامة. رغم طبول الحرب التي تقرع على جبهة مشتعلة مع إسرائيل، تنطلق من بين التحذيرات والمخاطر أصوات أغاني تطمئن اللبنانيين بأن صوت الحرب عاجز عن إخفاء صوت الحياة. فبيروت التي تحاول إخفاء صوت القصف والمدافع بأصوات الحياة النابضة من شوارعها، يبدو أنها لا تخشى الحرب. ما بتخيل رح يصير في حرب، ولا نحن منا خايفين، وإذا خايفين ما بنشوف هالعجقة كلها حوالينا، ولا العالم نازلة بمهرجانات وكل جمعتين عنا مهرجان بمحل، فنحن ما منخاف ونحن عطول متفائلين ومنحب نضلنا مبسوطين على طول. مظاهر الحياة والتفاؤل كما اعتادها سكان بيروت لم تتأثر بقرب اندلاع حرب شاملة قد تبدل واقعهم إلى آخر أكثر قتامة من الآن. ويبدو أن تجارب هذا البلد مع عدة حروب سابقة أكسبته القدرة على التعاطي مع تهويلاتها. 40 سنة كل صيفية بيقولوا في حرب، وكل مرة بننطر وعادي ومنعيش صيفية، ومثل ما شايف البلد ماشي والعالم عم تدهر، يعني منا نعيش ومنا نروح، هيدا بلدنا وسواح فيه والمغتربين موجودين كله موجودون. امبارح اجى جمعة الماضي عمرو دياب، كان في 25,000 شخص بالداون تاون. ورغم التهويل باتساع التصعيد، يرى سكان بيروت انهم ما زالوا قادرين على متابعة حياتهم خاصة في موسم الصيف. نحن متكل على كل شيء على ربنا اللي خلقنا، بعدين معروفين اللبنانيين، يعني نحن ما عاد نخاف بشيء، بنحب نعمل اجواء، بنحب نعمل مهرجانات، بنحب تكون صيفية كثير حلوة، ومنعيش كل يوم بيومه. وإلى أن يكون للحرب توقيت وتاريخ لن تعلو فوق أصوات الفرح في شوارع بيروت أي أصوات.
كشفت النائب عن الإطار التنسيقي ابتسام الهلالي عن تحرك لاستضافة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ووزير الكهرباء زياد علي فاضل في البرلمان لمعرفة أسباب تردي الطاقة الكهربائية، فيما حملت حكومة السودان ككل مسؤولية تردي هذه الخدمة بالتزامن مع اشتداد درجات الحرارة في البلاد. يواجه العراقيون معاناة كبيرة مع بداية فصل الصيف، حيث وصلت درجات الحرارة إلى نصف درجة الغليان، الأمر الذي تسبب بانقطاع التيار الكهربائي المتكرر وعجز شبكة الكهرباء الوطنية عن تلبية الطلب المتزايد على الطاقة لتشغيل المكيفات والمراوح الهوائية لتبريد المنازل. لهيب الصيف الساخن يقسو على العراقيين هنا في حي الأمين من أكثر الأحياء شرقي بغداد اكتظاظا بالسكان. صورة المعاناة تتضح أكثر داخل منزل أبو كرار الذي تتحول الأجواء داخله إلى جحيم مع حلول ساعات الظهيرة وانقطاع التيار الكهربائي بصورة متكررة لعدة ساعات. كهرباء شبه المعدومة، يعني تجي نص ساعة أو ساعة بزايد تروح خمسة أو أكثر، لا نومة مرتاحين بيها لا قاعدة. الأكل بالثلاجة ما يبقى، يعني تجيب لك شيء الصبح الظهر لو تكمله كله تاكله على قد وجبتك لو تذبه بالزبالة. الشباب ممكن نقدر نتحمل، إنما الأب الأم أو الجد ما يتحمل هاي الحرارة. رغم أن العراق يأتي بالمرتبة 37 عالميا وبالمرتبة 24 بعد السعودية ومصر والإمارات بتوليد أكثر من 28 مليون كيلووات من الكهرباء بالساعة، إلا أنه يعاني من تهالك شبكات التوزيع، الأمر الذي يؤدي إلى أعطال كبيرة مع ارتفاع درجات الحرارة، يضاف إليها الفساد المالي والإداري الذي دفع وزير الكهرباء العراقي إلى إعفاء عدد من المديرين والمسؤولين على خلفية الأزمة الأخيرة التي تسببت في انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة في محافظات وسط وجنوب البلاد. أسحنا حرارة الجو هذا أمر إلهي، آمنا بالله، معقول جدا، لكن الدولة معالجاتها للكهرباء منذ عشرات السنين غير سليمة، والمواطن يعاني، ويعني لا حول ولا قوة إلا، لكن نريد حل. العراق بلد غني، العراق مو عايز. تخشى الحكومة من أن تتسبب هذه الأزمة في حركة احتجاجات قد تتسع رقعتها خلال أشهر الصيف الثلاثة، والتي قد تجد فيها أطراف سياسية مناوئة للسودان من داخل وخارج الإطار التنسيقي فرصة للإطاحة بحكومته. من بغداد، منتظر رشيد، الحدث. مشاهدينا، بهذا نصل وإياكم إلى ختام 19، ولم يبقى سوى التذكير بالعناوين. الحدث تلقي الضوء على انتهاكات النصرة، عائلات معتقلين يروون معاناة وتعذيب واستغلال. و19 تسلط الضوء على أداة النصرة لترسيخ سيطرتها وإسكات معارضيها. تحرك إفريقي لجمع البرهان وحميتي وتقدم ترحب باللجنة العليا. يلقاكم الزميل مبروك صغير بعد لحظات، إلى اللقاء.